مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من ملفات. كنت في اجازه والاجازه كانت طويله وحشتوني جدا في الفتره دي، والحقيقي انه الفتره اللي فاتت حصلت قضايا وملفات كتير جدا الواحد كان بيبقى حابب ان هو يطلع يتكلم عليها. يعني وانا في الاجازه كنت ببقى منغظه جدا لانه كان في مواضيع كنت حابه جدا ان انا اناقشها، واخبار كتير حصلت كنت حابه ان انا اناقشها، ولكن كنت في اجازه. حاولت على قد ما اقدر كده ان انا على السوشيال ميديا اطلع اتكلم عن الحاجات اللي كانت مستفزه بالنسبه لي شويه، ولكن احنا رجعنا لكم مره تانية ان شاء الله في ملفات. هنكون موجودين معاكم من الاحد للاربع من الساعه 8 للساعه 10 ده مبدئيا، ولكن لو في اي تغيير في المواعيد الفتره الجايه بما ان ممكن يكون في تغيير مواعيد في الخريطه هنبلغكم على طول. ولكني سعيده جدا ان انا رجعت مره تانية وهنكون موجودين معاكم بملفات هنناقش مع بعض اهم الملفات. وزي ما عودناكم في بدايه الحلقه بناخد اهم الملفات اللي حصلت، وفي نهايه الحلقه بيكون موجود معانا ملف رئيسي بنتكلم عنه، وبيكون معانا ضيف مهم بنتكلم عنه معاه عن ملف مهم. الملف الرئيسي اللي موجود معانا النهارده كمان ملف مهم جدا، الناقد طارق الشناوي طبعا، والكلام الكتير اللي حصل الفترة اللي فاتت والخلافات اللي حصلت ما بينه وما بين الفنان مصطفى قمر، والسوشيال ميديا الفترة اللي فاتت كانت مقلوبة على الموضوع ده. هيكون ضيفي النهارده منورني في الاستوديو الناقد الفني طارق الشناوي، هنتكلم معاه عن كل حاجه وعن اللي حصل الفتره اللي فاتت، وهنتكلم معاه عن الافلام واللي حصل فيها وهل هي جودتها كويسه وهل هي تنفع، الفنانين ما بقوش متقبلين النقد ولا نقده هو اللي لازع حبتين، ده اللي هنعرفه مع طارق الشناوي النهارده في ملفنا الرئيسي. ولكن تعالوا نبتدي الاول بالملفات المهمه. طيب طبعا انا ما كنتش حابه ابدا ان انا ابتدي بملف حزين زي ده، ولكن للاسف الشديد ده اللي حصل. ويمكن قبل ما نخش الحلقه بدقائق طلع بيان المتحدث العسكري، ولكن حصل النهارده حادثه الصبح واستشهد واصيب 9 من ضباط القوات المسلحه في حادث. المتحدث العسكري اصدر بيان قال فيه انه في اطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى. وصرح المتحدث العسكري بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ده بيان المتحدث العسكري، وده البيان اللي احنا هنلتزم بيه. ممكن يكون في أحداث جديدة، ممكن يكون في أخبار جديدة، وارد، ولكن هذا هو البيان وده اللي احنا هنلتزم بيه. حادث مؤلم جدا، حادث حزين جدا، وما كنتش حابة أبتدي الحلقة بخبر زي ده، ولكن للأسف الشديد هو ده اللي حصل. البقاء لله، ربنا يا رب يصبر أسرهم. لما حد بيتوفى فجأة كده الموضوع بيكون صعب جدا، ربنا يصبر أسرهم والبقاء لله، ولكن ده اللي حصل. طيب ده كان أول ملف موجود معنا. تاني ملف موجود معنا وهو برضو ملف مهم جدا، للمرة الخامسة على مدار السنين اللي فاتت حصلت زيادة في أجور الموظفين في قطاعات الدولة عشان يوصل الحد الأدنى ل 4000 جنيه، وكان الحد الأدنى قبل كده 1200 جنيه لحد مارس أو بداية من مارس 2019 اللي فات. ومن القرارات اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية عشان تكون 600 جنيه بدل من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة. كمان زيادة الحد الأدنى للأجور 4000 جنيه بدل ما كان 3500 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% لكل الناس اللي مرتباتهم في السنة أقل من 45000 جنيه. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين بتكافل وكرامة بنسبة 15%. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات عشان تكون
600 جنيه بدل من 300 جنيه. طيب كلام ده كلام جميل جدا، دعم البنك الزراعي لمبادرة تخفيف الأعباء عن صغار الفلاحين، إعفاء المتعثرين في سداد فوائد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كل الكلام ده جميل جدا. ولكن في ناس دايما تقول لك ايه، في زيادة حصلت يبقى ممكن كمان في زيادة في الأسعار تحصل. هنعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع معايا دكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة. دكتور مصطفى مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا وسهلا فندم. إيه رأيك في الكلام ده، وإزاي الدولة هتقدر إن هي يكون عليها أعباء زيادة في بخصوص زيادة المرتبات وزيادة والزيادة اللي حصلت الفترة الأخيرة اللي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اتفضل. شوف يا فندم، خلينا نقول ان السيد الرئيس اتخذ عدد من الاجراءات، حزمه من القرارات لتحسين مستويات الدخل لمواجهه التضخم وارتفاعات الاسعار. السيد الرئيس دي مش اول مره يتخذ هذه الاجراءات، بل بالعكس دي يمكن رابع او خامس مره على مدار السنتين الماضيتين. خامس مره. نعم؟ خامس مره. ايوه يا فندم، خامس مره على مدار السنتين. ولكن دي تعتبر المرة الأولى في العام المالي الجديد اللي هو 23-24. أي. واللي احنا بنشوفه دايما ان في مواجهة لمعدلات التضخم اللي هي الزيادة، بطريقة ان الدولة والسيد الرئيس بيرعى دايما محدود الدخل والفئات في المجتمع، وخاصة من هم بيكونوا في مستويات الفقر. اتخذ قرارات منها يعني علاوة الغلاء من 300 جنيه ل 600 جنيه، يعني تقريبا زيادة 100%. ده أمر. الأمر الثاني بالنسبة لي في غاية الأهمية اللي هو الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه ل 45 ألف جنيه، بل كل الناس، يعني اللي هو كان بياخد مرتب 3000 جنيه وكان معفي هيوصل لأن هو يحصل على 3750 تقريبا، وهيبقى معفي من الضرائب. وطبعا الاعفاء ده لكل الناس ولكل الشرائح في المجتمع. لحد اللي مرتبهم السنوي كام يا فندم؟ 45 ألف جنيه. اللي يعني اللي مرتبه في السنة أقل من 45 ألف جنيه معلوش ضريبة على الدخل نهائي. بالضبط كده. معفي كده. واللي أكتر ربنا يعني يزيد للناس كلها، اللي مرتبه أكتر من كده بكتير هيبقى عنده حد إعفائي 45 ألف جنيه. ده برضو بيدي نوع من إن الدولة بترعى المواطنين برعاية بمقدار تقريبا تكلفة أو حزمة زيادة في اللي يعني الإعفاءات بحوالي 60 مليار جنيه، ده اللي الدولة بتتحمله. ولكن النقطة اللي إن الرئيس دايما هو يكون سباق بهذا الأمر، ده شيء إيجابي. والأمر الآخر إن السيد الرئيس لما بيتحدث للمواطنين وبيقول لهم يا جماعة خلي بالكم إن أنا شايف ولامس هذا الأمر بالنسبة لكم، يبقى إن هو فعلا مشارك معانا في عملية ان الغلاء ده للأسف في جزء منه مستورد من الخارج، زي ما تحدث السيد الرئيس كده وقال ان سعر برميل البترول والغاز غالي جدا في الخارج والأسعار غالية. والأمر الآخر كمان حقيقته يكون في مراعاة من التجار والمستغلين، حرام ان في ارتفاعات كبيرة جدا وعدم احكام للرقابة عليها. اتفضل يا فندم. ما هي دي بقى المشكلة، ما هو الناس تقول لك ايه، في زيادة جاية، يعني ممكن يكون في زيادة كمان في الأسعار جاية، والواحد المواطن العادي ما بيبقاش فاهم طب الزيادة دي من التجار ولا الزيادة دي منين. ما الناس برضو يعني ده سؤال يعني مهم جدا عايزين نسأله. ولكن بشكرك دكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، ومعايا دلوقتي الأستاذ محمود العسقلاني مؤسس جمعية مواطنين ضد الغلاء. وده السؤال اللي أنا بوجهه لحضرتك دلوقتي يا فندم، يعني أنا كنت لسه بتكلم بقول إنه الناس لما بيكون في زيادة في الأجور أو بيكون في إعفاء عن الضريبة بيبتدوا يقلقوا إنه ممكن يكون في غلاء في الأسعار قادم. تعليقك إيه يا أستاذ محمود؟ اتفضل. هو بالتأكيد يعني الناس عندها حالة قلق، أنا واحد من الناس حاطط إيدي على قلبي حينما تذكر كلمة علاوة أتحسس مسدسي زي ما بيقولوا، يعني بعرف إن في معركة قادمة. تمام. أيوة. من الآخر للأسف الشديد عدد كبير، يعني للأسف مش قليل، من التجار دايما بيستهدف جيب المواطن وبيعمل زيادات مبالغ فيها في كثير من الأحيان. يعني
تبقى الحاجه زايده 1 ولا 3 4% فجاه تلاقيها. طب ما احنا ممكن نخبي عن التجار بعد كده لما تحصل زياده ما نقول لهمش، يعني لو الازمه في التجار يعني هنا السؤال هنا ايه؟ هو هل الازمه في التجار ولا الازمه فين؟ يعني هل التجار اللي بيغلوا الاسعار مع نفسهم هل ممكن يكون في نوع من انواع الرقابه؟ يعني ما هو لازم يكون في حل يعني في القصه دي. بصي خليني اقول لك موضوع الرقابه ده يعني لا تسالي عنه في بلد النهارده 100 وحاجه مليون يعني اللي حتى يا فندم في سلع غذائيه اساسيه يا فندم ممكن ان احنا نفضل محافظين على سعرها ما حدش يجي جنبها وده يكون قانون مثلا، يعني مثلا اسعار العيش اللبن البيض اللحمه الفراخ يعني الحاجات الاساسيه ممكن يكون فيها انه لا الاسعار دي ما حدش يجي جنبها مثلا. اوضح لحضرتك في دول على فكره بتعمل كده برضه. احنا طالبنا قالوا لا التسعيره الجبريه وحشه وما ينفعش التسعيره الجبريه دلوقتي عشان الاقتصاد الحر، قلت لهم خلاص فلتذهب الجبريه الى الجحيم، خلونا نعملها سقفيه، نعمل سقف للارباح. اي حد في العالم النهارده في الدول المتقدمه الليبراليه التي اخذت بنظام الاقتصاد الحر بتعمل ده، بتعمل سقف للارباح لا يتجاوزه لا التاجر ولا المنتج ولا. طب سقف الارباح عندنا هنا ايه يا فندم؟ ويعاقب مجرد يعني ما يخرج عن السقف ده اللي بيرتكب الجريمه دي. سقف الارباح عندنا هنا ايه؟ لا سقف الارباح عندنا هنا ايه؟ ما هو سقف الارباح ده ان انت تقولي مثلا انه السكر او الزيت او السلع الاستراتيجيه سقف الارباح فيها مثلا 10%. لو زود عن 10% طبقا لحساب التكلفه الحديه للمنتج وحساب كل الحاجات المتعلقه به تمام، لو زود عن 10% يجب ان يحاسب تمام، لكن للاسف الشديد برضه دي ما عرفناش نعملها. ليه ما عرفناش نعملها؟ ليه ما عرفناش؟ مفتوح الناس دي التجار دول بيعملوا اللي هم عايزينه دون رقابه من احد. وخليني اقول لك بوضوح ما لم تتدخل الدوله باجراءات استثنائيه خلال المرحله القادمه هنلاقي نفسنا في ازمه، لانه حتى هذه العلاوات التي منحها او اعطاها رئيس الجمهوريه للناس للاسف الشديد هيشفطوها شويه تجار يعني في بعض الاحيان مش كلهم طبعا عديمي الاخلاق والضمير ما عندهمش دين بياخدوا بدون حساب كما لو انهم يعني خلاص هيبقوا اغنى اغنياء العالم. الغنى الحقيقي هو ان تعيش هذه البلد مستقره. الغنى الحقيقي ان احنا ما نبقاش زي سوريا ولا زي لبنان ولا زي اي بلد من الدول المحيطه بينا، هو ده الغنى الحقيقي ان احنا نعيش في بلدنا مستقرين وامنين. احنا النهارده الحمد لله عايشين في دوله الحمد لله غيرنا حوالينا مش عارف يعيش مش أيوه. عايشين في مخيمات ايوه هم أيوه. دول بقى لو هم معتقدين ان هم لما يغالوا ويرفعوا اسعارهم انهم شطار ده دول اغبى ده الاسعار بتترفع في يوم ده انا بتنزل تشتري حاجه من السوبر ماركت ولا حاجه من حته تاني يوم تلاقيها زادت. يا فندم انا اشتريت 30 بقسماطايا 30 بقسماطايا عارفه البقسماط حضرتك عارفاه بتحطيه في الشاي عارفين. يطلع نصه مبلول والنص التاني لسه ناشف. البقسماط ده انا اشتريت 30 بقسماطايا ب 30 جنيه من شهر من اسبوع بالظبط يعني اقل من اسبوع اشتريت ال 30 بقسماطايا دول ب 40 جنيه زادوا 10 جنيه في شهر. يعني انت بتتكلمي يعني البقسماطايا لا ده حاجه 26 بقسماطا. طب هل جهاز حمايه المستهلك المفروض هنا يكون له دور؟ هو طبعا لا شك ان جهاز حمايه المستهلك موجود ولكن للاسف يعني هذا الجهاز يعني لابس طاقيه الاخفاء زعلان مش عارف انا وهم كمان مش هيعرفوا يتدخلوا في موضوع الاسعار عشان نكون صرحاء لانه القانون بيحظر عليهم للاسف. نتمنى ان يكون في حل لانه يعني لما يكون في خطوات كويسه بتتاخد نتمنى انها تكمل الى النهايه، ما يبقاش في خطوه كويسه بتتاخد ويجي حد تاني يبوظها، يعني بما ان في زياده حصلت خلي الناس تحس بالزياده دي والتجار يراعوا ضميرهم شويه وما يغلوش الاسعار بداعي وبدون داعي، وعلى فكره هو مش تجار انا احنا ما بتكلمش على الاكل بس، قيسوا على كده كل حاجه تانيه، قيسوا كل حاجه تانيه. قيسوا عربيات على اجهزه على كذا على كذا، المغالاه الغير طبيعيه اللي بتحصل ضعف الضعف الضعف الضعف، يا جماعه ده مش طبيعي، يا عمي اكسب، انا عايزاك تكسب على فكره، اكسب بس مش كده، ما حدش بيكسب كده. اللي ما يخسرش بلد. المكسب اللي ما يخسركش بلدك.
ما هو 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 لازم يكون في كلنا بنحافظ عليه، لازم يكون في اجراء رادع بالنسبه للمطالب ده. انه هذه العلاوه صدور قرار بهذه العلاوه من رئيس الجمهوريه، ولا تتساند هذه العلاوه مع اجراءات توقف اي محاوله للمغالاه خلال مرحله جايه، كاننا عطينا العلاوه دي للتجار ما عطيناهاش للناس الغلابه، كاني حطيتها في جيب التاجر. صحيح، كاني حطيتها في جيب التاجر. بشكرك جدا استاذ محمود العسقلاني، مؤسس جمعيه مواطنين ضد الغلاء. على فكره يا جماعه، يعني دي ازمه والله العظيم، دي بجد ازمه، لانه يعني اما تنزل تشتري حاجه تلاقيها تاني يوم زاد سعرها، وتالت يوم زاد سعرها، ورابع يوم تلاقي الحاجه اللي كنت تشتريها برقم معين تروح تشتريها برقم تاني خالص. في حاجه مش طبيعيه بتحصل. يعني التجار يا عمي اكسب، بس مش كده. المغالاه وان انت عايز تكسب بالطريقه دي، مفيش حاجه بتمشي كده. فانا اعتقد انه في وقت من الاوقات لازم يكون في قانون بشكل كبير، يكون في تحديد للاسعار، يكون في بعض السلع الغذائيه المهمه اللي الناس ما تقدرش تستغنى عنها يكون ليها حد، ما تعلاش عن كده بس خلاص. اللي يعلى عن كده يتحاكم، يتعاقب، يكون في عقاب شديد يعني. فنتمنى ان الموضوع ده ان شاء الله يكون له حل. طيب، ده كان ملف. الملف اللي جاي عندي عن دهب. طيب، السياحه في مصر الفتره الاخيره ابتدت تبقى اجمل، ابتدت تبقى احسن، ابتدت الناس ترجع تشتغل تاني في السياحه، وابتدينا نشوف افواج من مناطق كتيره، فالواحد اتبسط جدا. ولكن تيجي لك على فترات ورا بعض، قرش مش عارفه هجم على مين، قرش مش عارفه هجم على مين، وجه اخر حادثه اللي حصلت في دهب. الغريب في الحادثه اللي حصلت في دهب ان القرش هاجم سيده كانت راحت تقضي اجازه في دهب مع زوجها. الغريب ان السيده دي كانت على الشط، هي على الشاطئ، هي ما غوطتش، ما دخلتش جوه. يعني يمكن السائح الروسي اللي حصل قبل كده الحادثه بتاعته في البحر الاحمر، الراجل كان مغوط، الراجل كان جوه، ولكن السيده دي كانت على الشاطئ. فان القرش اللي هو تقريبا من نوع تايجر يهاجمها على الشاطئ شيء غريب جدا، ومش دي سلوكيات القرش، ده مش سلوك القرش. طب على فكرة الفترة لما حصل كده من فترة برضو ناقشنا موضوع القرش، جه قال لك لا أصل الفترة دي القرش بيكون الفترة بتاعت الولادة بتاعته، فهو بيهاجم عشان خايف على مش عارفة الولدة وحاجات كده. ولكن هل في دايما الناس اللي عندها نظرية المؤامرة يقول لك لا بقى، ده القرش ده كده بقى الهجمات الكتير اللي بتحصل ورا بعض دي، القرش ده سلوكه ده متغير مش من مفيش، ممكن تكون المايه اتزفرت، ممكن يكون القرش ده مبعوت لنا. وفي اقتراحات كتير بتبتدي انها تتقال. ولكن هل الهجمات اللي بتحصل في مصر بس ولا بتحصل في مناطق اخرى برضو؟ طيب، هل ده سلوك طبيعي للقرش ان هو يهاجم على الشط؟ هل سلوك طبيعي للقرش ان هو يهاجم بني ادمين اصلا؟ طب انا بقى دلوقتي لما اروح دلوقتي اروح البحر الاحمر ولا اروح هنا ولا اروح هنا، اخاف انزل ولا اعمل ايه؟ ده هاجمها على الشط. فالموضوع عايزين برضو نعرف معلومات اكتر عنه. معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور امجد محمد شعبان، مدرب بالمعهد القومي لعلوم البحار والاسماك. يا دكتور امجد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب، اهلا. هل ده طبيعي يا دكتور ان يعني اول حاجه كده انا عايز اعرفها، هل طبيعي ان القرش يطلع على الشط؟ هو الحقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، بنقدم الاول يعني خالص المواساه طبعا للضحيه طبعا على الحادث الاليم ده واهلها. هي فقدت ذراعها تقريبا، اكيد. طبعا للاسف الشديد، ولكن بنقدم المواساه لاسرتها ولزوجها اللي كان معاها في المايه ساعتها طبعا. ولكن اللي احب نبدا نتكلم، احنا عندنا ثلاث انواع من انواع القروش اللي يعني متورطه دايما في احداث هجمات القرش، اللي هم ثلاث انواع: الاوشانيك وايت تيب، وعندنا الشورت فين ماكو، ده نوع تاني، وعندنا القرش للاسف الاخير التايجر شارك ده. قرش النمر ده هو من تاني اخطر انواع القرش بعد القرش الابيض الكبير. ايوه، وبرضه يعني من حظنا ان القرش الابيض الكبير ده مش موجود في مصر او في البحر الاحمر يعني. يعني التايجر ده مش موجود عندنا في البحر الاحمر اصلا. لا، التايجر موجود، بقول لحضرتك اللي هو الاخطر منه الاول في سلسله الهجمات دي، القرش الابيض الكبير ده مش موجود عندنا تاني اخطر نوع اللي هو التايجر. وللاسف برضو ان من سلوكيات
اسماك القرش النمر دي ان هي بتفضل او يعني بتحب او بتخرج في بيئتها الطبيعيه ان هي تخرج للساحل. يعني هي اصلا معروفه في الكتب العلميه بتاعتنا ان هي كوستال، يعني بتعيش بتوصل للشاطئ وبتتجول في الشاطئ ساعات بحثا عن غذاء او بحثا عن التذاوب او فترات تذاوب، لكن بترتاد الشواطئ او المياه الضحله كتير. ده للاسف الشديد. هل القرش يقدر يعوم في الشط؟ يعني انا كان معلوماتي تقول انه ما يطلعش على الشط. لا حضرتك، في معلومات كتير بتبقى متداوله على الميديا وبتبقى غلط. يعني القرش في الحادثه دي كان موجود وصل لغايه عمق لا يتعدى 70 سنتي، وهو بالسايجر يقدر يتواجد في مكان ضحل زي ده عادي جدا، ما فيش اي مشاكل. طب يا نهار ابيض. طب وبعدين ما بعدين بقى الحال ان احنا الاسباب بقى الحادث ان بيحصل ايه؟ احنا بالاول بنحاول نمنع ان القرش يقابل الانسان، فدي بعض الاحتياطات المفروض نعملها بحيث ما نخليش حتى لو القرش دخل بالظروف الطبيعيه دي ما يحصلش هجمات. طب وهل ده سلوك طبيعي للقرش اصلا ان هو يهاجم بني ادمين؟ دي بقى حضرتك النظريات اللي هي بتعتمد او اللي هي بتفسر هجمات القرش. في ثلاث نظريات عندنا العلماء حطوهم كبار. اول حاجه نظريه حجمها النظريه الاستكشافيه، ان القرش كائن على هرم الغذائي ومفترس على قمة الهرم الغذائي بيحب يستكشف الأشياء اللي في بيئته، فلو فشل إن هو يستكشف الكائن اللي قدامه ده الموجود بالنظر بالعين أو بالحواس اللي عنده المختلفة وبالسمع وكده، بيلجأ في الآخر لعملية الاستكشاف بالفكوك بتاعته بالأسنان. أيوة. اللي هي حاجة بنسميها عضة استكشافية. بالظبط. فبيعمل عضة استكشافية ومن خلالها بيكتشف ان ده مش غذائه فبيسيبه، وفي الحالة دي بيكون الإصابة بسيطة وبتعدي على خير يعني الحمد لله. لكن النظريتين التانيين والأخطر يعني هل السيدة اللي القرش هاجمها في دهب هو كان بيستكشف ولا ده كان؟ لا ما هو ده اللي بقول لحضرتك، دي النظرية الأولى. في نظريتين تانيين بقى أخطر. اللي هم النظرية المستيكن ايدنتيفاي، يعني التعرف الخاطئ. لو القرش يعني تعرف خطا على البني ادم ده وحس ان هو فريسه ليه او حس ان هو منافس ليه على الفرائض، بتبدا الحوادث اللي هي بتبقى الصعبه دي زي الحادثه اللي احنا بصددها دلوقتي او الحادثه اللي كانت في اللي فاتت اللي من في شهر 6 مع السائح الروسي اللي هي بتاع السائح الروسي. او النظريه الثالثه ان هي بتاعت منطقه النفوذ، بيكون للقرش مناطق نفوذ ومناطق بيتولد فيها وبيتزوج فيها فبيدافع عنها بكل شراسه. فلو حظنا ان النظريتين التانيين دول فبتبقى الحادثه صعبه. لو حصل الحاجه الاولانيه اللي انا قلت لحضرتك عليها الاستكشافيه، دايما بتبقى القرش بيقرب كده عن البني ادم ويبدا يخبط فيه بفمه كده وبمقدمه الراس وغالبا بيسيبه، ودي بتحصل كتير مع الغواصين، والناس الغواصين عارفين الكلام اللي انا بقوله ده كويس. بس الغواصين اعتقد ان هم بيعرفوا يتعاملوا في المواقف اللي زي دي، يعني هو متدرب على ان هو يعرف يتعامل يعني. ايوه الحقيقه صح، اكتر من السباحين لان هو بيبقى شايف تحت الميه بيبقى شايف، لكن الانسان اللي بيبقى في بيسبح بيبقى وشه فوق الميه ما بيبقاش شايف حاجه من اللي بتحصل تحت للاسف. ايوه. فللاسف النظريتين التانيين دول هم اللي بيحصل فيهم الحوادث المؤثره زي اللي احنا شفناها دي واللي فاتت. هل ممكن يكون الميه بتتزفر فعلا زي ما الناس بتقول ولا الكلام لا ده؟ هي الميه مش بتتزفر، هو حضرتك عدد المرتدين دلوقتي في الشواطئ بقى كبير جدا. ده حقيقي. وللاسف في بعض السلوكيات اللي احنا بنرصدها ورصدناها لما سافرنا في المره دي في الحادثه اللي احنا بنصددها دي عشان ندرسها، وبيحصل كتير على الشواطئ ان بيحصل بعض الاخطاء. يعني مثلا في بقايا طعام كتير بتترمي في الميه، في ناس في مراكب كتير بتنزل مخلفاتها سواء السائله او الصلبه بتنزل بقايا طعام، فبتغير من سلوك السمك. بتغير من سلوك السمك، هي بتجذب الاسماك ناحيه المكان ده. وبالتالي لما بتيجي الاسماك بتيجي وراها اسماك القرش او اسماك القرش تيجي بنفسها على الروائح دي، لان اسماك القرش عندها حاسه شم قويه جدا حضرتك، فبتيجي للاماكن دي لوجود الغذاء اللي فيها. طبعا لما بيشموا بقايا الطعام وكده بيجوا ظنا منهم انه في غذاء، فبيفضل ايه ممكن ايه يتقابل الانسان مع القرش. فاحنا اللي عايزين نعمله التوعيه ده. كمان حصلت حاجه يعني لاحظنا على الشواطئ حاجه حديثه جديده بيعملوها للترفيه، انه بيعملوا كميه كبيره جدا كده من ماشين معين او من جهاز معين بتنزل رغاوي صابون كبيره في الميه ويقعدوا الناس يلعبوا فيها وبتاع، دي ماده كيميائيه طبعا بتعمل على جذب اسماك القرش. فاحنا عايزين نعمل توعيه، وده اللي طلبناه ان احنا نعمل ندوات ورش عمل
في الاماكن السياحيه والمنشات السياحيه. انا عايزه اقول لحضرتك برضو يعني انه الهجمات اللي بتحصل في القرش عندنا هنا في مصر بتحصل اكيد في بلاد اخرى. لا يعني لا احنا بتحصل للاسف بتحصل بكميات كبيره. احنا حضرتك في حاجه اسمها احنا بس اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا مشكله ان احنا مش متابعين. لا احنا متابعين. ما انا هقول لحضرتك معلومات، انا ما بتكلمش عليا وعلى حضرتك، انا بتكلم عن الناس. الناس مش متابعه اللي بيحصل بره، ان ممكن الهجمات تحصل بره يعني عادي جدا. لا احنا عندنا يا حضرتك، احنا حصل حتى عندنا من 3 شهور وحصل حتى النهارده خلال ال 90 يوم دول في الثلاث شهور حصلت في امريكا 18 حادثه. يعني حصل، وفي العالم كله حصل 24 حادثه في التوقيت ده. في بلاد تانية طبعا زي استراليا وجنوب افريقيا وامريكا، في فلوريدا وهاواي وجزر هاواي و انا بقى انا ماشي في اعداد كبيره جدا من الحوادث. انا هكمل في القصه دي، بس انا عايزه كده اقول يعني الاسر البسيطه اللي هي عايزه بتسافر، ويعني ما احنا برضو بنخاف على اولادنا. يعني انا اسمع حادثه زي دي انا هترعب على اولادي، فهل في حاجه ممكن اعملها او اتجنبها بحيث ان انا ما اتعرضش لموقف زي ده؟ هو الحاجات اللي احنا بنقول عليها دايما اللي هي يعني استخلصناها من سلوكيات اسماك القرش او من دراسه الحوادث. لا ما هو الناس مش هتبطل، ما احنا بنقول ويا رب يبطلوا العادات وبعدين، لكن انا بتكلم على الافراد. يعني هل ممكن ان انا اتجنب هجمه زي دي ازاي؟ يعني ما هو انا حضرتك او بقول لحضرتك مثلا يعني في انا لفت نظري حاجه، ان كان في سيده بتصور فيديو في القريه اللي حصل فيها الهجوم، وبتقول ان هي شايفه السمكه من بدري وافتكرتها سمكه التونه. طب ما دي اللي انا حضرتك اقول عليها لازم وده اكدنا عليه، لازم يكون في حاجه اسمها سبوتنج، يعني اوبزرفر، ناس بتبقى واقفه على المنصات اللي قدام الشواطئ وبيلمح بعينيه كل الشاطئ. بالظبط. يعني يا ريت بيبقى في كذا واحد. بالظبط. ده اللي انا عايز اقوله. وبمجرد ما بيشوف بيبدا يحذر الناس. فما بالك بقى ده لو كان فعلا الست قالت، انا طبعا مش متاكد من الواقعه دي، بس لو كان لا هي السيده كانت مصوره فيديو بتقول يعني السمكه ظاهره بقى لها فتره وافتكروها سمكه التونه. طيب كان المفروض يتخذ اكشن على طول ان الناس كلها تطلع من البحر. طبعا طبعا. يعني اللي انا عايز اقوله، لو على الشاطئ وفي سمكه قرش، اعتقد انه اللي بيتفرج او اللي مسؤوليته ان هو يفضل متابع الشاطئ ممكن يشوفها بسهوله. اكيد طبعا، لان حجمها كبير وهو بيبقى قاعد في مكان منصه عاليه. بالظبط. فبيقدر يتصرف. وبعدين دلوقتي في كمان احنا بدانا نتكلم ونعمل ستريس على ان ندخل اجهزه، في اجهزه اصلا بتتحط في الميه على عمق جوه مع الشبندرات اللي هي بتاعه العمق دي، ممكن اول لما قرش بيقرب على بعد 100 متر بتبدا تدي الارم ضروري، وبيبدا يدي الارم للناس اللي في على ابلكيشنات ضروري جدا. دكتور امجد ويبدا يحرك الناس. دكتور امجد محمد شعبان، مدرب بالمعهد القومي لعلوم البحار والاسماك، بشكرك جدا على المداخله دي. على فكره اللي الدكتور قاله اخيرا ده مهم جدا، لو في حاجه هتبين لي انه في سمكه قرش داخله على الشاطئ، اعتقد دي مهمه جدا ان هي تتنفذ، وخاصه ان احنا في وقت مبسوطين ان السياحه بتتحسن، وده شيء بالنسبه لنا مهم جدا، فعايزين ان احنا نكمل على كده. معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذ باسم نقيب المرشدين السياحيين. الاستاذ باسم حلقه نقيب المرشدين السياحيين. استاذ باسم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نقيب السياحيين مش المرشدين. بنعتذر لحضرتك يا فندم. لا بنعتذر لحضرتك. حضرتك. اهلا وسهلا بيك. طيب احنا عايزين نطمن على السياحة دلوقتي، المعلومات اللي عندنا بتقول انه السياحة في تحسن، وان في افواج بتيجي من مناطق كتير، وانه السياحة في تحسن دائم الفترة الاخيرة، فكنا عايزين نطمن من حضرتك برضو عن الموسم السياحي. اتفضل. طبعا مصر بتشهد اقبال سياحي كبير جدا خلال الموسم الصيفي على غير المعهود قبل كده، لانه بالمتابعه والرصد لعدد السائحين في مدينه الاقصر واسوان، واحنا عارفين ان الرحلات الاقصر واسوان دايما بتبقى في فتره الشتاء، لكن لاحظنا انه فتره الصيف بتزداد اعداد الزيارات السياحيه وعدد السائحين للمدينتين دول، لدرجه انه يعني نقدر نقول نسبه الاشغالات وصلت فيها 100%. واعتقد انه ده راجع لعدد الرحلات الشارتر اللي بتيجي الغردقه بشكل كبير جدا، فبيتعمل لهم رحلات الاوفر دي، يقدر يروح يقضي اليوم كله في الاقصر ويزور الاثار اللي موجوده فيها ويرجع يبيت في الاوتيل اللي هو مقيم فيه. ايوه. طبعا المطارات الجديده خاصه مطار سفنكس الدولي برضو
تساعد برضو على استقبال رحلات كتيرة داخلية سواء من شرم أو الغردقة أو مرسى علم أو حتى الأقصر وأسوان، وعمل عملية ربط مع السياحة في القاهرة. والحمد لله يمكن لو حضرتك متابعة في وسط القاهرة هتلاقي بقينا نشوف سيارات السياحة فيها سواح، بنشوف تجول يعني ميداني للسواح على رجليهم في الأسواق وفي شرم في خان الخليلي وفي وسط البلد. فيعني مصر الحمد لله يعني المؤشرات كلها بتقول إن هي هتوصل إلى ما يزيد عن 15 أو 16 مليون بنهاية الموسم إن شاء الله. أنا عايز أقول لحضرتك إن والله الواحد بيسافر الدنيا كلها وما بيلاقيش أجمل من البلد دي حقيقي، يعني ما يفهمش الكلام ده غير اللي سافر كتير وشاف، فيفهم ان البلد دي فيها مناطق مش موجوده في حته فعلا يعني. خارج اي منافسه بالنسبه، هو الفكره لما بتحصل هجمات زي كده من القرش ايه، الناس ما بتبقاش متخيله ان الهجمات دي بتحصل في العالم كله، ده شيء وارد وشيء طبيعي، فالناس بتبتدي ان هي تضخم المواضيع زياده عن اللزوم، واحنا مش في حاجه لده دلوقتي. لا أنا عايز بس أوضح وأطمن الناس، أولا كل بحار العالم فيها كل أنواع الأسماك بما فيها القرش أو غيره، لكن اللي بنتكلم فيه يعني تعديل لبعض سلوكيات السواح أو المواطنين في القرى السياحية المطلة على البحار وخصوصا البحر الأحمر. بقايا الاكل ده مهم جدا ان احنا ما نرموهوش على الشواطئ عشان ده بيبقى عنصر جاذب للاسماك الصغيره وبالتالي بيتبعها الاسماك الكبيره وهنا مجال الخطوره. اعتقد انه لو احنا بدانا نتجه في هذا الاتجاه في تعديل بعض السلوكيات مش هنواجه المشاكل اللي بتحصل. يا رب ان شاء الله. استاذ باسم حلقه نقيب السياحيين، بشكرك جدا على المداخله. طيب خلوا بالكم يعني موضوع اللي يعني انا شايفه يمكن مهم جدا ان يكون واقف على الشاطئ الشخص اللي وظيفته ان هو يتابع كل حاجه، يعني يبص كويس ويشوف، ولو في اي اجهزه تساعدنا ان احنا نعرف لو في اي قرش جاي على الشاطئ، اعتقد ان ده شيء مهم جدا والمفروض ان احنا ننفذه بسرعه. طيب ده كان ملف. بعد الفاصل معايا ملف مهم جدا وانا حابه اتكلم عنه، ويمكن لما حصل وانا كنت في اجازه يعني كنت عايزه اطلع اتكلم عنه ولكن قلت ايه اما نرجع ان شاء الله. حادثه القتل اللي حصلت في بورسعيد، الاخ اللي قتل اخته في الشارع اللي ذبحها في الشارع بنفس الطريقه اللي حصلت مع نيره اشرف وغيرها، هناقش الملف ده ولكن بعد الفاصل، استنوني. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم في ملفات، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل عايزين نتكلم عن الشاب محمد نبيل اللي قتل أخته فريدة في بورسعيد، وقتلها بنفس الطريقة اللي محمد عادل قتل بيها نيرة، ويمكن حصلت على مدار الكام شهر اللي فاتوا كذا حادثة بنفس الطريقة بنفس الطريقة. هنا يجي علامات استفهام كتير. هو عامة الخبر اتقال في كل برامج، ولكن في حاجة ليه ده بيحصل؟ يعني ايه الجراءة دي؟ ايه العنف ده؟ ايه السبب؟ ما هو اكيد اهو اصل ادام الحادثة اتكررت بنفس الشكل مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا يبقى في علامات استفهام ولازم نسأل بيحصل كده ليه؟ ليه بيحصل كده؟ يعني واحد زعلان من اخته اتقال طبعا التحقيقات كلها لسه القضية بتحقق فيها، هنعرف المعلومات كلها في الوقت المناسب لما يتم الإفراج عن المعلومات، ولكن إن هو اللي اتقال أو شهود العيان قالوه زعلان إن أخته اتخطبت لواحد دكتور بيطري، فمش عارفة طبعا على فكرة القصة بتحصل بيكون في مليون رواية، الرواية الحقيقية اللي حصلت إيه أكيد هنعرفها بعدين. رفضت إنها تسيب خطيبها فيروح يذبحها في الشارع، ذبحها استناها تحت البيت ساعتين وهو كان سايب البيت على كلام شهود العيان بقاله 3 شهور 3 سنين عفوا،
ثلاث سنين سايب البيت او سنتين وراح استناها تحت البيت ساعتين ودبحها في الشارع بالليل وهي راجعه من شغلها. الاهل المنطقه بيقولوا ايه على البنت دي؟ بيقولوا مؤدبه جدا، ما يسمعوش عنها حاجه، بنت في حالها، كذا وكذا. مع ان انا حتى سؤال الصحفي او الصحفيه اللي سالوا السؤال ده انا شايفاه سؤال اساسا ملوش لازمه، يعني اتسال سؤال هي كانت عامله ازاي، ده سؤال مش من حق حد. ولكن شهود العيان قالوا البنت كانت فل. يذبحها في الشارع تاني؟ طيب شهود العيان قالوا برضو اللي مسكوا الولد احنا ضربناه كتير جدا وهو مش حاسس بحاجة خالص، كان فاقد للإحساس، مش حاسس بألم، مش حاسس بوجع. فعلى كلام شهود العيان يقولك الولد ده واخد مخدرات، ده ضارب مخدرات. واحد من شهود العيان اللي واقفين في الشارع قالك ايه؟ قالك الايس والستروكس والمخدرات اللي موجودة والمخدرات وكذا وكذا. ما هو يعني طب وبعدين الحادثة اتكررت كذا مرة، القضاء عادل والقصاص كان سريع جدا في قضية محمد عادل ونيرة، ومتأكدة ان القصاص في هذه القضية هيكون برضو سريع جدا. ولكن البنت راحت 25 سنة زي الفل، انا شفت صورها زي القمر، قمر مخطوبة لواحد وهتبتدي حياتها. ليه كده؟ ايه العنف ده؟ ايه اللي بقى موجود دلوقتي عند الشباب؟ كم العنف اللي بقى موجود دلوقتي؟ هل السبب المخدرات؟ طيب هل السبب كبت؟ ايه ليه السلوك ده؟ ليه هل السبب المسلسلات والافلام وزي ما الناس بتقعد تقول؟ يعني في حاجه غريبه بتحصل. فانا مش بناقش الملف ده دلوقتي على انه خبر، انا بناقش الملف ده عشان عايز اعرف ليه بيحصل كده اصلا. فمعايا دلوقتي على الهاتف الدكتور وليد هندي الاستشاري النفسي. يا دكتور وليد. يا استاذه اميره دايما منوره. اهلا بحضرتك، منورني والله دايما على طول. دايما لمسه كل القضايا لحظه بلحظه. ربنا يخليك يا دكتور. قلب وجدان الشارع المصري بصراحه مليون سلام وتحيه ليك. ربنا يخليك يا دكتور. طيب دلوقتي انا مش عايزه اسميها ظاهره لان هي مش ظاهره، لان احنا لو هنقول ظاهره يبقى حصل ايه العشرات والعشرات من القضيه دي او من الجريمه دي بنفس الشكل. ولكن اتكررت ممكن نقول 4 5 6 مرات ان بنت تتذبح في الشارع بنفس الطريقه. فليه؟ يعني شهود العيان قالوا ان الولد ما كانش في وعيه، ان هما بيضربوه ضربوه ضرب شديد جدا وهو كان فاقد للاحساس مش حاسس باي الم. تفسيرك ايه لان الحادثه دي اتكررت كذا مره بنفس الشكل؟ انا بايد حضرتك اللي هي مش ظاهره، انما هي تحول نوعي في سلوك العنف. أيوة. كانش موجود في الشارع المصري قبل كده. أيوة. يعني احنا طول عمرنا نقول العنف بيتربى جوه الانسان. اه. بيظهرش من يوم وليله. بيفضل جواه عشرات السنين من وهو طفل صغير، لما احنا بنعامله بضرب وبتنكيل وبنعتب الفاظ غير مستحبه وبتجاهل وبحرمان عاطفي وباهمال، لما يطلع الام بتتضرب من الاب، يطلع في بيئه اسريه بيرصدها العنف ويروح المدرسه يتمارس عليه عنف او تنمر، ويطلع الشارع او المجتمع يلاقي بتوع التكاتف والميكروباصات بيمارسوا عنف عليه. كل ده بيتشبع بيه البناء النفسي، فبيبقى شايف ان ممارسه العنف ده هو السلوك العادي في المجتمع، فمع اي موقف اشكالي بيحصل له يبقى عامل مفجر ليه ممارسه العنف. ولكن اللي بيحصل بالشكل ده عمليه ما هياش عنف طبيعي اللي احنا واخدينه او العنف التقليدي. ده يخلينا نشاور على اكثر من حاجه، نمره واحد زي ما حضرتك قلت المخدرات، لان مصر بعد الانفلات الامني في 2011 ابتليت ب 700 نوع من المخدرات التخليقيه اللي احنا ما كناش معتادينها، اللي بتقتل خلايا المخ، بتخلي الانسان في غيبوبه حسيه. اه ده بيقول لك الاستروكس ده بيعملوه تحت بير السلم يا دكتور. ما انا بقول لك الاستروكس ده بيعملوه بسم الفران ومش عارفه بيحطوا عليه ايه وايه، يعني هم بيصنعوه تصنيع يدوي يعني. يدوي. وعاوز اقول لحضرتك ان معظم قضايا المخدرات دي لما بتروح المعمل الجنائي بتاخد براءه، لان ما فيش ماده مخدره زي ما حضرتك قلتي. دواء صراصير ودواء فران وبرشام قديم مطحون، يعني حاجات مالهاش علاقه بالمخدر اللي المدمن بيروح يشتريه، وبناء عليه هي بتتلف خلايا المخ وبتدخله غيبوبه حسيه وبتخلي عنده سمعيه وبصريه، وبالتالي بنشوف ردود الافعال اللي احنا بنشوفها. بلس ان دلوقتي الناس بقى عندها اضطرابات الشخصيه للاسف محدش بيبص عليها. زي اضطراب عندنا اسمه الاضطراب الانفجاري المتقطع. ايه الاضطراب الانفجاري المتقطع ده؟ ان الانسان بتلاقيه بينتابه نوبات من الغضب الشديد لا تتماشى مع طبيعه الموقف.
يعني موقف بسيط جدا، ابن الصغير عامل حاجة ياخده رجاء الشاي يرميه من بلكونة. فعلا 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 بنشوف الكلام ده. أيوه. الزوجة اتأخرت عن الأكل شوية يولع، المبالغة في رد الفعل طبعا. أيوه. ده اسمه اضطراب انفجاري متقطع، ما كانش حد شايفه قبل كده. سببه ايه يا دكتور؟ سببه اضطراب نفسي، يعني لازم الحاله. طب انا عايزه اسالك سؤال تاني دلوقتي. في في فتره من الفترات او موجود دلوقتي في طبقات معينه الضرب في البيت شيء اساسي، العيل اللي بيغلط بيتضرب معروفه. تمام. والاهالي بتتعامل مع الموضوع ده بشكل عادي جدا. بضرب العيال، ما انا بضربهم عشان يتربوا، لان هم كانوا بيتضربوا، واللي قبلهم كانوا بيتضربوا، واللي قبلهم كانوا بيتضربوا، وبيتعاملوا على ان هو اللي بيتضرب ده هيطلع شخص عادي وشخص ما عندوش اي نوع من انواع الخلل النفسي. انا عايزه اكلم دلوقتي الاهالي اللي بتضرب بشكل مبالغ فيه في البيت، وشايفين ان ده شيء عادي وده بيحصل كتير جدا. انا ما بتكلمش على الناس اللي عندهم دلوقتي مبادئ التربيه الحديثه، ده مش موجود في كل طبقات المجتمع. لحد دلوقتي في طبقات كتيره جدا الاهالي بتضرب عيالها، وده شيء عادي جدا بيحصل، وما بيبقاش فيه اي نوع من احساس بالذنب ولا اي حاجه، ده حاجه عاديه بتحصل. هل الضرب المبالغ فيه ممكن يطلع شخصيه سويه اصلا؟ ولا يطلع شخصيه عنيفه؟ احنا عندنا حاجتين دول من اكبر الكبائر في العمليه التربويه. الضرب المبرح بالنسبه للاولاد والتدليل الزايد، الاثنين بيؤدوا لنفس النتيجه. بس لو احنا اتكلمنا على الضرب بنلاقيه مدمر للشخصيه طبعا، يعني بيخلي الطفل عنده انخفاض في السيلف كونسبت او في مفهومه نحو ذاته. أيوه. بيخلي عنده انسحاب اجتماعي، بيستشعر ان هو اقل من اقرانه، بيتشوه عنده الصوره الذهنيه تجاه الوالدين، لان ده بيبقى اعتراف ضمني منهم ان هم فاشلين في العمليه التربويه فبيلجأوا للضرب. ولو طفل صغير بيجيله كوابيس واحلام مزعجه، بيجيله اضطرابات في الكلام زي التأتأة والفقفقه. عارف حضرتك ان هما وهما بيقبضوا عليه الشهود العيان كانوا بيقولوا اللي قتل اخته فريده في بورسعيد بيقولوا ان هو كان بيتهته في الكلام. ايوه، ما هتلاقي كان بيتمارس عليه عنف، وهتلاقيه حضرتك عنده اضطرابات في الهضم واضطرابات في الاخراج وكوابيس واحلام مزعجه، بيبقى عنده مشاكل كبيره جدا. ناهينا بقى ان في اماكن في الجسم زي الايد مثلا، راحه الايد او كف الايد من فوق، ده متعودين نضرب احنا بننا عليها كده ضربه خفيفه، دي بتعمله تهتك في بعض الاعصاب والشرايين الدقيقه جدا، بالدرجه اللي احنا شفنا طلبه في كليه الطب ما بتعرفش تمسك المشرط، وبيحول من الكليه وبيتغير مستقبله المهني. ليه؟ لان هو اتضرب على ايده وهو صغير، فالضربه ده عمليه قاسيه جدا. الاسوأ من ده ان لما بيجي يكبر بيبقى قدام اتجاهين، يا اما هو عشان اتضرب بشده فبيسيب ايده قوي مع اولاده وبيتفرط في التربيه قوي فبيطلع جيل من الفتنه، او بيعمل بما يسمى باعاده انتاج السلوك باعتبار ان ده الاسلوب الانسب في التربيه، فبيطلع جيل ثاني بيعاني من الضرب، يعاني من القسوه. فطبعا هي عمليه صعبه جدا. انا عاوز اقول لحضرتك حتى شرعا في بعض الاماكن في الجسم ما ينفعش الضرب عليها زي الوجه على سبيل المثال، ومؤخرا اليوسيب قالت ان في بعض الاماكن الضرب عليها يعد شكل من اشكال الاساءه الجنسيه، لانك بتربط بين اللذه والالم وممكن يطلع منحرف جنسيا. يعني عاوز اقول لك عمليه صعبه، الناس ما بتلتفتش للكلام ده خالص خالص، ما حدش بينتبه يعني. طب للاسف لازم الاهالي ياخدوا بالهم من النقطه دي، حقيقي نقطه مهمه جدا. انا بتكلم يا جماعه على الناس اللي مستواها متوسط، اللي ما بتبقاش فاهمه في التربيه قوي، اللي فاهمه ان ده عادي. الضرب مش عادي، الضرب هيطلع ولادك، هيطلع ابنك او بنتك شخص مشوه، شخص مش عنده خلل نفسي بشكل كبير جدا، فخلوا بالكم من النقطه دي. ولكن عايزه اسالك سؤال اخير دلوقتي. الشهود العيان كانوا بيقولوا على محمد عادل قاتل نيره انه كان مؤدب وانه كان في حاله وانه كان شاطر وانه كان متفوق، نفس الكلام اتقال على هذا القاتل مره اخرى محمد في بورسعيد اللي قتل اخته. تخيل الشهود العيان بيقولوا عليه ده ولد كويس، يعني ما شفناش منه حاجه وحشه، وبيتهتك في الكلام. يعني هل شخصيه القاتل مش متوقعه هنا؟ يعني ممكن يكون حد عادي جدا او انا شايفاه عادي جدا، لكن هو جواه حد ممكن يقتل، جواه قاتل اكيد. بس انا عاوز افرق بين حاجتين، يعني بين قاتل نيره ده كان عنده حاجه اسمها اضطراب كاليمبريو، قوت العش، ان هو مش قادر يعني يفكر حتى مجرد تفكير ان هي ممكن تبعد عنه فبالتالي قتلها. طب والاخ؟ انما الحاله دي هتلاقي عنده اضطراب برضه، ولكن اضطراب بشكل مغاير او بشكل مختلف، وقد يكون عنده اصلا
اضطراب نفسي او مرض عقلي زي الانفصام، فمنفصل عن الواقع فبيأتي بعض الافعال الغير مسؤوله عنها. ولكن انت حضرتك دلوقتي قلت كلمه انا بعتبرها مفتاح ذهبي لاي حد بيتعامل مع حد ومش عاوز يتقتل، عاوز يتلاشى القتل. لازم يبص للمؤشرات اللي حضرتك شاورتي عليها. ايه هي بقى المؤشرات دي؟ عامل معاه عنده تاريخ ممارسه العنف حتى من هو طفل صغير، بيقطف الشجره، بيمسك القطه من ديلها، بيعذب الحيوانات، بياخد الريش بتاع الفراخ مثلا اللي عنده في البيت، يعني بيعمل افعال عنيفه، بيكسر التخت عنده في المدرسه، يعني ليه تاريخ من العنف مع اهله مع اصحابه، بيعمل تنمر. لازم ابقى شايف ده الشخص ده، ابعد عنه ابعد عنه طبعا. هو مش مسيطر على انفعالاته، يعني وانا معاه مثلا الجرسون او الويتر اللي بيقدم كوبايه الميه وقع حاجه، رد فعله عامل ازاي؟ ايوه بيستفار بسرعه انفعالي ولا لا؟ هل هو السايكوباتي شخصيه مضاده للمجتمع؟ هل هو السادي بيستمتع لما اللي قدام منه يخاطي كل الوان العذاب والالم؟ لازم ابقى شايف ده. هل هل هو عنده شخصيه نرجسيه بيحب نفسه قوي وعنده حب تملك قوي، فبالتالي لما بيفتقد الشيء هيمارس ضده عنف؟ دي كلها امور لازم انا شايفها مع تخيلاته. يعني لما نيجي نقول تعالى نروح سينما، هيروح انهي فيلم؟ افلام الاكشن والضرب والعنف والقتل ولا الافلام دلوقتي اصلا المسلسلات بقت متهمه في الموضوع ده. دكتور وليد هندي الاستشاري النفسي، انا بشكرك جدا على المداخله. الحادثه دي اتكررت كذا مره بنفس الطريقه على فكره. هو لما بتحصل حادثه زي دي بتبقى ممكن الى حد ما ملهمه لبعض الناس اللي عايزه تعمل كده برضو، او اللي عايزه تاذي حد، او اللي عندها قدر عالي من العنف. فيعني خلي بالكم، ربنا يرحمها فريده، وبتمنى ان تكون دي اخر حادثه تتكرر بنفس الشكل بالطريقه البشعه دي. الله يرحمها وربنا يصبر اهلها، لان هم يعني فقدوا اخ واخت في نفس الوقت. الاخت ماتت والاخ اللي قتلها فهو كمان خسروه، فخسروا الاثنين. فخلوا بالكم، ارجوكم خلوا بالكم في التربيه. اصل انا بشوف ان التربيه دي، اصل هو الولاد دول الزرعه اللي انا زرعتها، ما دي زرعتك، فانت اكيد قصرت في حاجه، اكيد في حاجه غلط انت عملتها. خلوا بالكم، يعني خلوا بالكم وانتوا بتربوا، دي اهم حاجه. طيب ده كان ملف. الملف الجاي ملف مهم جدا، تمام؟ ملف النقاب والحجاب في المدارس. طيب قبل انطلاق الدراسه اعلنت وزاره التربيه والتعليم عن قرار بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس. مفيش نقاب داخل المدارس المصريه بشكل نهائي. البيان كمان قال ان غطاء الشعر للبنات اختياري، لكن بشرط ان يكون المحجبه لازم تكون مبينه وشها بشكل كامل. وشددت كمان الوزاره على انه البنت ما يكونش في حد ضاغط عليها، يعني يكون حجابها بناء على اختيارها هي، اختيار البنت لارتداء الحجاب، وان ارتدائها ما فيهوش اي نوع من انواع الاجبار، سواء كان من المدرسين، من مديرين المدرسه، من اولياء الامور، من الاقارب، من الجيران اللي في الشارع. طبعا البيان ما بيقولش كده، ولكن ده اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل؟ للاسف الشديد في بعض المناطق بيكون الحجاب عاده مش عباده. طبعا الحجاب شيء شخصي بشكل كبير جدا، واحنا كلنا بنحترم المحجبات جدا جدا جدا، وربنا يكملها لهم على خير، وربنا يديهم كل اللي فيه الخير. ولكن الخبر ده بالذات اتناقش بشكل مش لطيف على بعض الوسائل الإعلامية الخارجية. قال لك النقاب والحجاب، وعايزين يمنعوا النقاب، وعايزين يمنعوا الحجاب، وعايزين والدين وي وي وي. أكيد في وجهة نظر وراء إن البنات ما يلبسوش نقاب في المدارس، وإنه البنت لازم أنا أبقى شايفة أنا بتعامل مع مين، مين اللي أنا بتعامل، ما ممكن يكون حد تاني أصلا. يعني الموضوع كبير قوي. ده بخصوص النقاب. بخصوص الحجاب، في بعض المناطق الناس بتلبس الحجاب عادة ومش عبادة. يعني ايه؟ يعني لازم تلبسي الحجاب، لان لو ما لبسيش الحجاب مش هتبقي مؤدبه، والناس هتتكلم عليكي وهتخوض في سيرتك، وانه ما ينفعش وانه ما يصحش، لدرجه انه تلاقي مدرسه بتجبر واحده انها تلبس الحجاب. انت مش لابسه الحجاب يبقى انت مش مؤدبه، فتلاقي المدرسه بتفرض نفسها وعملت نفسها واصي على البنت انها تلبس الحجاب، والمدرس عمل نفسه واصي على البنت انها تلبس الحجاب، وجيرانها لا يقولوا عليها كذا. ما هو ده اللي بيحصل، عرف، هو عرف. فالموضوع كله انه عايزين نكون في حرص انا ان البنت لابساه بكامل ارادتها، يعني ما الاقيش واحده في اولى ابتدائي ولابسه حجاب.
ما الاقيش واحده في ثانيه حضانه ولابسه حجاب. ده يعني مش منطق، مش منطق. لما البنت تكون في سن الرشد اللي هي راشده فيه وتقدر تقول انا عايزه وانا مقتنعه، تلبس الحجاب زي ما هي عايزه. لكن ما اجبرش بنت صغيره او كبيره انها تعمل شيء هي مش مقتنعه بيه. فانا معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذ رفعت فياض. معايا مين يا جماعه على الهاتف؟ اسفه، عفوا، معايا مين على الهاتف يا جماعه؟ مع استاذ رفعت فياض، كاتب صحفي متخصص في شؤون التعليم. استاذ رفعت، اهلا استاذ امير، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب، اهلا بيك. القرار الوزاري ده في ناس ابتدت تتناوله بشكل قاسي جدا، فاحنا عايزينك توضح للناس ليه القرار ده اتاخد، ليه ممنوع النقاب للبنات ان هم يلبسوه في المدارس؟ اتفضل يا فندم. هو قاسي ليه يا استاذه اميره اذا كان هذا هو راي الازهر ذاته، بالاضافه الى ان ما فيش حاجه اسمها نقاب في المدارس لاطفال في عمر الظهور. انا بقتل البراءه بتاعتهم. ايوه. وبعدين ممكن الطفله اذا ارتدت النقاب ده ما تعرفش هي بترتدي نقاب ليه، اشمعنى هي اللي مرتديه النقاب بهذا الشكل؟ أيوة. ومتحركه في شكل خيمه صغيره داخل مدرسه وسط اقرانها. ايوه. وبالتالي هنا القرار جاء مانع تماما النقاب بالنسبه للطالبات والتلاميذ في المدارس جميعا. حتى بالنسبه للمدرسات، وده كنا احنا انا والدكتور رضا حجازي في حوار في هذا الشان منذ 5 دقائق فقط. قال داخل الفصل لن يسمح لأي مدرسة بأنها ترتدي النقاب قدام الطلبة أو التلاميذ. أيوة. لابد من تكشف وجهها، لأن من أساسيات العملية التعليمية هي تعبيرات الوجه بالغضب والتوجيه والإرشاد وخلافه، دي اللي تعلموه في كليات التربية. وما يسمى بالبادي لانجوج، لغه الجسد. أيوه. فهنا لابد ان انا تكون تكشف وهي في وسط مجموعه امنه طلبتها وتلامذتها، فلماذا ترتدي نقاب؟ وبالتالي كمان بالنسبه للتلاميذ مره اخرى، وزي ما حضرتك اشرت في المقدمه، من يريد من التلاميذ ان يرتدي حجابا ده اختياري، بس لابد المدرسه تتأكد أنه ليس إجبارا على هذه الطفلة الصغيرة. أيوة. من قبل ولي الأمر أو غير ولي الأمر. السنة اللي فاتت حضرتك وفي كانت واقعة شهيرة وتناولناها جميعا في إحدى المدارس الإعدادية في محافظة البقالية، عندما قام أحد يعني رجال الأعمال، أحد الأثرياء، أحد المتشددين دينيا. أيوة. ليتفق مع إدارة المدرسة بارتداء زي. أيوة. معين هو أقرب إلى الزي الإيراني، وهو اللي جاب الزي كمان، ده هو اللي صرف وتبرعا من جانبه، وبالتالي أحيل الأمر للتحقيق. طبعا. لأن لابد لجميع مدارس جمهورية مصر العربية أن تلتزم بالمواصفات الأساسية للزي المدرسي المقرر من قبل كل مديريه تربيه وتعليم واداره تعليميه. أي. انما كل مدرسه او كل اداره من الممكن ان تختار لون البلوزه مثلا. طبعا. او القميص او لون الجيب او كذا. طبعا. طبعا. انما هناك او لون او البنطلون اللي كان هيلبسه الطلبه او التلاميذ حتى في مراحل الابتدائيه الاولى. هنا المواصفات الاساسيه. ايوه. الوان ممكن تغير فيها من مدرسه مدرسه، انها مش كل واحد هيجيب لبس على مزاجه او شكل معين من زي. هناك مواصفات عامه للزي المدرسي، زائد ان احنا مش عايزين نجعل المدارس، وده هدف الناس المتشددين فكريا ودينيا، مش عايزين نجعلها مرتع لهؤلاء المتشددين لنغرس قيم ومفاهيم لا تتفق مع الدين. طب الاسلامي على الاطلاق. طبعا حضرتك عندك حق في كل اللي بتقوله، بس اخيرا عايز اسال حضرتك، بعض المدرسين بياخدوا ده على ان هي ده واجب عليها انها تعمله، ان هي البنت اللي مش لاقيها محجبه تضربها او تعاقبها او روحي بيتك وما تجيليش من غير حجاب.
هتتعاملوا بقى مع المدرسين او مع مديرين المدارس اللي بيعملوا ده منهم لنفسهم كده، هتعملوا معاهم ايه؟ هيكون ايه التصرف؟ يعاقب هذا المدرس او هذه المدرسه استاذه اميره. ليه؟ لان ما عندوش تعليمات بكده. نمره اتنين، انا هنا ما اقول الكلام ده معناها ان انا بدي انطباع لمن لم ترتدي الحجاب وكانها طالبه او تلميذه مش كويسه. لان انا الحجاب ده هو علامه الصلاح والتقوى والمثاليه في كل شيء، هذا غير صحيح. الحجاب هو حجاب الروح، حجاب القلب، وان انا معلم البنت تعليم جيد على الصح والغلط والحق والغير الحق، الكويس المش كويس، الحلال والحرام. وبالتالي ده افضل حجاب سواء للبنت في مراحل عمرها الاولى او مراحل عمرها المختلفه او للشاب مزبوط. نفسه يبقى لابد حاجه قناعه من داخله. لان يعني مش هيبقى هي لابسه الحجاب ومثلا لو هي في مرحله ثانوي ولا حاجه ولابسه هدوم ضيقه، طب ايه الحجاب؟ وبيحصل كتير، وبيحصل كتير جدا. استاذ رفعت فياض كاتب صحفي، لابد يكون دور المدرس مهم جدا. طبعا استاذ رفعت فياض كاتب صحفي متخصص في شؤون التعليم، بشكرك جدا على المداخله. البنت اللي تلبس الحجاب لازم تكون مقتنعه انها تلبس الحجاب، وانا شايفه ان القرار ده بيحمي بنات كتير جدا، وشايفه انه لو في بنت تعرضت في اي مدرسه انه مدرسه تقوم بدور ولي الامر ولا تحاول ان هي تعاقبها او تهنها او تتعنف عليها عشان مش لابسه الحجاب، سواء مدرسه سواء مدير مدرسه سواء مشرفه، تبلغ فورا. يعني انا شايفه ان القرار ده بيحمي البنات. البنات الصغيره اللي بنلاقيها في المدارس في مناطق عده، يعني الاقيها اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي لابسه حجاب، اكيد ده شيء مش منطقي. فانا شايفه ان القرار ده بيحمي بنات كتير. طيب ده كان ملف. الملف اللي جاي لعندي للاسف الشديد برضو ملف حزين جدا وخبر حزين جدا. اعلنت نقابه المهن التمثيليه عن وفاه الفنان اشرف مصلحي، عنده 49 سنه. رحل مصلحي وكان بيعاني من مرض السرطان بقاله فترة طويلة وتوفى. البقاء لله، وربنا يصبر زوجته وربنا يصبر أهله. يعني ابتلاء كبير جدا. أنا معايا دلوقتي على الهاتف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. أستاذ أشرف مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك يا دكتور. طبعا الخبر تم نشره امبارح، واحنا عرفنا على طول امبارح ان هو خبر حقيقي وكنا متضايقين جدا. وطبعا عرفنا ان هو كان مريض بقاله فتره طويله جدا، فلو حضرتك حابب تعلق على وفاته. والله يعني خليني اعزي نفسي واعزي كل زملائي واعزي اسرته الصغيره والكبيره. أيوة. اشرف خلوق جدع، يعني انا حتى يمكن كتبت قلت وداعا صاحبي الجدع. اشرف كان جدع جدا جدا. أيوة. راجل وصاحب موقف وصاحب صعب. ما اعتقدش ان اقول لك على حاجه. النهارده الجنازه انا حضرت جنازات كتير وقت. كان في ازيد من 150 200 سياره. شوفي كل سياره كان فيها كام واحد. أيوة. يعني وراء في تشييع الجثمان النهارده. ايوه، فده يدل على ان الناس بتحبه. يعني حتى كانت معايا مراتي قلت لها بصي هذه لحظه صادقه. أوه. بالقلب. الناس كانت جايه تودعه وهي يعني صادقه في مشاعرها. أيوة. واحنا ان شاء الله بكره نتلقى العزاء في مسجد المشير، وربنا يصبرهم ويصبر المخرجه الكبيره الاستاذه منال الصيفي واولاده ويصبرنا جميعا، لان اشرف شخصيه نادره يعني صعب التعوض يعني. وشكل في النهايه كان هو المرض كان مأثر عليه بشكل كبير، يعني حالته كانت سيئه جدا. خد وقت طويل يعني. الحمد لله ما غلاش على خلقه، والحمد لله يعني. لكن بنقول دايما العبره خير دليل على حب الناس، والعبره بالنهايه والعبره بالخواتيم. يعني ان الناس بتحبه بالشكل ده معناه ان اكيد كمان ربه بيحبه، يعني ان هو الوداع يبقى بالشكل ده. الحمد لله. بشكرك جدا دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ربنا يصبر أهله يا رب. كان بيعاني من مرض السرطان، طبعا مرض خبيث، وأنا إن شاء الله عايزة الفترة الجاية دي أعمل فقرة عن المرض ده، لأنه الواحد في الفترة الأخيرة بقى يسمع عن ناس كتير جدا جالها المرض فتفاجأ بيه إنه جه فجأة. فأخذ احتياطاتي ازاي؟ اعمل ايه؟ اكشف كل قد ايه؟ اوعدكم ان احنا ان شاء الله هنعمل الفقره دي قريب جدا. طيب
هنطلع فاصل وهنرجع للملف الرئيسي. زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه هيكون ضيفي الناقد الفني طارق الشناوي. حصلت معاه مشاكل كتير الفتره الاخيره، هنتكلم معاه وهنتكلم كمان معاه عن كل الاحداث الفنيه اللي بتحصل، ولكن بعد الفاصل استنونا. لسه مكملين معاكم في ملفات، ودلوقتي الملف الرئيسي اللي انا قلت لكم عليه في بدايه الحلقه. معانا الناقد الفني طارق الشناوي، هنتكلم معاه النهارده في مواضيع كتير جدا، ويمكن الحلقات مع حضرتك برحب بيك الاول، منورني في ملفات كرة. عملنا مع بعض قبل كده حلقات كتير، ودايما حلقاتنا انا ببقى مبسوطه وسعيده بيها. بوجودك ربنا يخليك، و بتكون مفيده جدا. يعني بدنا اهم حاجه احنا مش نعمل اثاره، عايزين نوصل رسائل للناس. هو بالزبط. ده هو ده الموضوع بالظبط بالظبط. ولكن تعالى نبتدي بخبر سعيد قبل ما نخش في باقي المواضيع. نبتدي بخبر سعيد، هو فيلم فوي 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 بطوله محمد فراج اترشح للاوسكار، فده اكيد خبر سعيد. لما الواحد طبعا يشوف في حاجه فنيه والقوه الناعمه عندنا بتكبر وبتعلى، وان في حاجه حقيقيه بتحصل حلوه على ارض الواقع، نتبسط الحقيقه. يعني طيب. اولا الفيلم ده انا كتبت عنه من حوالي 5 ايام. قلت سينما تتكلم سينما. يعني ايه؟ احنا مشكلتنا ليه مش موجودين في السنوات الاخيره في العالم كتير، يعني قصدي في المهرجانات الكبرى. حتى المهرجانات الداخليه بنعاني في البحث عن فيلم مصري يمثل اي مهرجان، اي مكان المهرجان فيه عنده مشكله انه يلاقي فيلم. انت كمصري وكمهرجان على ارض الوطن نفسك ان يبقى فيه فيلم يمثلك. دي عندنا مشكله. ليه؟ الامور مش ماشيه باتجاه مظبوط. اللغه اللي بتقدم كلغه سينمائيه يعني بعيده عن ما وصلت اليه اللغه السينمائيه في العالم. فلما نخش في مهرجان يا مثلا فيلم يترفض من الاول ولا نشارك او لا نحصل على اي شيء. فوي فوي فيلم كتبه، ده اول كتابه واخراج له، اسمه عمر هلال. عمر هلال هو اساسا هو الكاتب وهو المخرج. هو عن واقعه حقيقيه كتبها احد الزملاء الصحفيين. وخدها اللي هو ان واحد قرا خبر من 10 سنوات 2013 عن انه ممكن يبقى كفيف، يعني هو مش كفيف بس لو يقدر يسافر بره، عشان فريق من اللي عندهم يعني مصابين بضعف النظر او حتى كفيف لا يبصر كويس عشان يشارك في الفرقة. فبيتخذها كحيلة ان هو يهاجر. دايما افلام الهجرة موجودة في العالم كله طبعا، بكل لغات العالم موجودة، بس دايما فيها حاجة، دايما بيبقى الغطاء تراجيدي. يعني هي مأساة قطعا، وهتلاقي في الافلام دي جزء منها العناوين كده، حريق، نار، حرقة، وحرقة باللهجة المغاربية، لأن في أكتر من فيلم في المغرب العربي يحمل عنوان حرقة، لأن هم اللي بيجي ينتقل للجانب الآخر، يعني للشط الآخر من البحر المتوسط. أول حاجة بيعملها بيحرق أوراقه، عشان كده سموها حرقة، عشان لما هناك يقبضوا عليه مبقاش معاه أوراق. دي لصالحه، لو معاه أوراق تبقى مشكلة أكتر، لأن هيرجعوه على طول، هيرجعوه على طول، هو مش عايز يرجع. المهم إن ده عمل الحكاية دي، الفكرة المؤرقة دي بأسلوب كوميدي. وده في حد ذاته يعني إنجاز، ومعناها أنه عنده فكرة. بكلم على الكاتب والمخرج عمر هلال. ده البداية، الكتابة، المونتاج، الإيقاع، التصوير، الموسيقى. إحنا عندنا أزمة في الكتابة، إحنا عندنا أزمة كبيرة في الكتابة. يعني أنا لسه كنت بقول حضرتك قبل الفاصل إنه بشوف المسلسلات اللي سواء كانت التركية أو في بعض الأحيان كتير سورية، ولو بادجت مش مصروف عليها كتير. أيوة. ولكن في سيناريو وفي حوار وفي حبكة درامية وفي كتاب، في موضوع بنشوفه. ما أنا هقول لك. لكن ليه أنا هنا أبقى عاملة فيلم وصرف عليه، أو عاملة مسلسل وصرف عليه كتير، وجايبة مخرج مش عارفة مين، وغايبة مدير تصوير ومدير إضاءة وممثلين أقوياء جدا، واجي الورق فيش ورق. بصي، في أعمال بناخدها أرشيفية، مش معنى كده إنها أنت طلعت من الدرج أو بحثت كده الأرشيف وخدت حاجة، لا. أرشيفية يعني في المقرر، تعرف زي المقرر بتاع المدارس. في كمان المقرر
السينمائي. أيوه. اللي هي الحبكة التقليدية اللي بيشتغلوا عليها، مفيش إضافة للزمن اللي عايشينه، فبتلاقي مفيش جهد، الفكرة نفسها غير مبتكرة. هو في تراجع. ما هو يعني لازم. احنا زمان تربينا على مسلسلات، كانت مسلسلات عظيمة جدا، وشفنا أفلام عظيمة جدا، كان في أفلام تجارية، وكان في أفلام، وكان في أفلام رديئة برضو، وكان في أفلام رديئة، في زمن أفلام عظيمة أكيد. وحتى هذا الزمن فيه يعني، عايز أقول إيه، أنا ضد دايما يتقال فن الزمن الجميل. الجمال ما هوش فقط زمن واحد، لا، في كل زمن له جماله، وكل زمن له قانون للجمال، وله أيضا قبح، بما فيها الزمن القديم كان فيه أيضا قبح، لم يكن طبعا لم طبعًا يكن كله جميلا يعني طبعا. المهم انه انا بتكلم على الشكل العام العام دلوقتي، انه بقى في افلام كتير بيتم انتاجها، والافلام ما فيهاش موضوع، مفيش حاجه، تخش تتفرج الناس مستنيه افيه ترمي وخلاص، في يقول لك ايه فيلم ما فيهوش افيهات، لا ما تحكناش، اي حبيبي فين الموضوع؟ بصي، حتى احيانا حتى لو في فيلم فيه افيه وبيضحك حلو يعدي كويس، برافو عليك، لكن المشكله ان بتعمل فيلم عشان يضحك ويبقى دمه تقيل، يعني المشكله مش هنا. انا مره سيد بدير ده كاتب كبير قوي ومخرج كبير الله يرحمه وممثل معروف، كنت بقى مره بساله، كان دايما الكلام ده بساله الثمانينيات، خدي بالك زي اللي حصل دلوقتي، كان في بقى مسرحيات عشوائيه وافلام عشوائيه ومقاولات، كان يطلق عليها مقاولات، سينما مقاولات، فبقول له ايه رايك يا استاذنا؟ قال لي حتى التهريج، ودي لا انساها، له اصول. حتى التهريج، قال لي ده حتى مش تهريج، شايفة التعبير ده اسفاف، ده حتى لا ينطبق عليه توصيف تهريج، ده اقل من كلمة او توصيف تهريج. ففعلا في افلام تحس انها حتى التهريج هي لم تصل اليه. انتقدت زمان، انتقدت عادل امام كتير جدا، وكتبت مقالات فيها نقد كبير لعادل امام، كان ايه التصرف اللي بيعمله معاك، او كان بيعمل ايه لما كنت بتنتقده في افلامه؟ مش بس عادل يعني، ليش انا عارفه انا هجيب يعني كتير الباقي. كتير من اصل هنا انت مش بتكتب بس، انا ليه بقول عادل امام؟ ده الزعيم طبعا، يعني طبعا ده اللي ده اللي كان على القمه، ده اللي ما ينف... اللي ما ينفعش ما بيضحكناش، ده اللي لما بنسافر الوطن اي حته في الوطن العربي نقول لهم احنا مصر، طبعا طبعا بقول لك عادل امام طبعا طبعا. فانا بقول لك حتى عادل امام احيانا قطعا في افلام، مقالات كان فيها انتقاد طبعا في افلام لاي يعني العادل. انا اقول لك حاجه، حتى مش بس عادل، الاستاذ صلاح ابو سيف ده واحد من اهم، إذا لم يكن يعني، لو قلنا خمسة مخرجين لازم تقولي في تاريخ السينما، لازم تقولي اسم أستاذ صلاح أبو سيف. وكان علاقتي بيه قوية جدا. ولما نسافر مثلا موسكو أو تطوان، أو يعني تطوان ده مهرجان في المغرب أو كده، وغيرها وغيرها، لازم وطالعين في الطيارة قاعدين جنب بعض، أنا طبعا اللي بدور أقعد جنبه. مش هو اللي بيبقى، أنا اللي عايز أقعد جنب الأستاذ صلاح عشان أستفيد. فأنا فاكر عمل آخر أفلامه كان اسمه السيد كاف، وعمل عرض داخل التلفزيون، كان انتاج التلفزيون المصري، ودعاني اليه، كان عرض محدود قوي، فالفيلم ما عجبنيش، وكان عامله فريق العمل يعني، ما حسيتش يعني. فالمهم انا كان عندي عربيه 27 بركنها في التحرير وبتمشى لغايه مسبيرو، وهو عارف ان عندي عربيه 127، فهو ساكن في عابدين، مشوار برضو كويس، فقال لي طارق، انا مش عايز اقول له رايي في الفيلم يعني، مش من اللياقه وانت بتفرج تقول له، قال ممكن ابقى اكتبه بعدين. كنت هكتبه، ما انا جاي كنت هكتبه. لا كتبته فعلا. قال لي طارق معاك العربيه؟ قلت له لا، ما انا عارف معايا العربيه، هوصله هيسالني. أيوه. مش كده؟ قلت له لا، ما جبتهاش المره دي. قال لي طب تعالى نتمشى لغايه البيت. طبعا لما سمح بسيف يقول لك تعالى اتمشى، ما تقدرش تقول حاجه. ايوه. فتمشينا يجري تلت ساعه من مسبيرو لغايه عابدين، اتكلمنا في كل حاجه ما عدا رايك في الفيلم. يعني هو ما سالنيش يعني، هو طبعا كان من الذكاء، بس وصلته الرساله. وكتبت فعلا مقال لازع عن الاستاذ صلاح. كويس. بعد ايام قلائل كان عيد ميلاده الثمانين، وقرروا قررت الدوله انها تقيم ندوه له في المسرح الصغير. دعا مين؟ دعا فريد شوقي ونادية لطفي والدكتور رفيق الصبان وانا. كويس.
للندوة اللي هنحتفل بعيد ميلاده التمانين بعد ما انتقدته بعيد ميلاده التمانين اللي يعني وانت لسه اخر مقال وكان اخر في افلامه بالمناسبة وكان قرر يعتزل السينما كمان يعني واخد بالك هنا يعني لان هو عارف انت بتتوجه بصي المشكلة لمن يتوجه الناقد على عكس ما الناس كلها بتعتقد مش للفنان بتتوجه للجمهور القارئ ولمن يتوجه الفنان مش للناقد برضو للجمهور للجمهور بس يعني عايز اقول مفيش علاقه مباشره كما يعتقد البعض طب زعيم عادل امام لما كنت بتنتقده كان بيتصرف ازاي كان بيعمل ايه لا لما بطلت فتره تنتقد وعمل ايه لما ايه لما بطلت عمل لا ايه لا انا اقول لك مره كنت انا راجع من مهرجان فينيسيا كويس فلقيته بيتصل بيا اظن التليفون الارضي ساعتها صحيح كان في موبايل بس ما اعرفش ليه كان هو بيفضل الظهر الارضي ساعتها يعني او مثلا كان مغلق التليفون الموبايل المهم فبرفع السماعه فقال لي اهلا ازيك يا طارق ازيك تقول ازيك يا عادل كويس فينك قلت له انا موجود انا لسه راجع من فينيسيا قال لي انا قلت برضو لان بقالك مده ما بتشتمنيش وبتاع خدها بهزار طبعا هي كلمه بتشتم ده يقصد بيها النقد وقصده يعني النقد الانتقاد انما يعني انا بما انه يعني كان في اي مرحله في مسيرته الفنيه المكالمه دي تفتكر كنا 2009 تقريبا 2009 تقريبا هو اخر افلامه 2010 ايوه انت عارفه بعد كده راح ناحيه الدراما كويس فكلمك في التليفون قال لك بقول الله خير خير فين انا لا انا انشغلت عليك قوي يعني بسخونيه جميله يعني سخونيه تتقبلها لان مش لاقي حاجه ما بتقولش حاجة عني بقالك مدة بس طيب. وخدناها نكتة وضحكة يعني. طيب اللي حصل مع الفنان مصطفى قمر مش عايز اتكلم انا عارفة انا عارفة انا عارفة ان حضرتك مش عايز ليه تتكلم. انا هقولك حاجة الموضوع امام انا الاول قررت ابدأ بالخطوة الاولى الا وهي نقابة الصحفيين ده موضوع من وجهة نظري بيقع تحت عائلة قانون السب والقصف العلني انت من حقك تدافع عن فيلمك مظبوط يعني وتقول ان انت عامل اعظم فيلم لكن لا تتعرض للاخر بتوجيه شتائم يعاقب عليها القانون لا تدعي قصص لا اساس لها من الصحه يقول لك مش عارف من 20 سنه في بيننا مشكله ايه لا عمري قابلته ولا اعرفه على المستوى الشخصي خالص لم التقيه فاختراع قصص وحكايات عشان يبرر ان في حاجه بل يقول اكتر من كده انا بصي لسه كنت بقول لك ايه وما حضرتش العروض الخاصه كويس يقولك ما شافش الفيلم عشان ما حضرتش العرض الخاص طب انا يعني انا اقدر اقول ان انت ما شربتيش شاي عرف منين مش كده يعني لازم اكون معاك 24 ساعه ولك ليه ما اكلتيش النهارده فيقولك ما شافش الفيلم منين عرفت كويس فلقيت فجاه انه وبعدين سيبك ما شافش دي حتى شتائم هزقك وانا حذرتك وحوريك ياللي كذا يعني تعرف حد فيها تردي شديد فانا قلت الكلام ده لا يعني مش هنزل للمستوى ده على الاطلاق عمري انا ليا ستايل يعني انا اكتب عن الفيلم وليا مفرداتي ولا يمكن ان حد يجرني لمعركه فيها تجاوز اطلاقا حتى لو تجاوز الطرف الاخر ده مش ليه عمل كده من وجهه نظرك ليه كان رد فعله كده بصي اولا انا مش يعني العمل الفني بيدافع عن نفسه لكن صراحة مش كده اي عمل فني يملك ادوات دفاعه هو نفسه هو عمل ايه في دور العرض الغنوة عمل ايه في دور العرض الغنوة او المسرحية او الفيلم ولا يمكن لناقد في الدنيا مهما كان ولا حتى لمجموعة نقاد يسقطوا عمل فني يريده الناس لا يمكن مستحيل لم تحدث ولن تحدث بمناسبة لا نملك شيء وازيدك من الشعر بيتا الناس بتروح السينما ازاي هقول لك انا لان انا مدمن بروح افلام بتلاقي الجمهور لا يثق في النقاد زي ما الناس فاكره ولا في اي حاجه بيثق في الجمهور الاراء يقول لك الفيلم ده حلو والفيلم ده وحش في الجمهور نفسه بالظبط وهو قدام السينما في عندك مؤشر مبدئي ايه المؤشر المبدئي اللي هو الطابور مظبوط دلوقتي عارف السينمات اغلبها بقت اكتر من شاشه 6-5 فالمهم هو يبقى نازل ربما نازل من البيت عايز يتفرج على فيلم معين ربما بس لقى الطابور ده عليه كتير ناس فيقف وراه واخد بالك او حد طالع من الفيلم يقول ايه رايك يا استاذ او مش عارف ايه يقول لا دمه تقيل مش هيخش او عظيم يخش يعني وهكذا ده فبالتالي مش صحيح انه ان حد
مهما بلغ يقدر ليت الموهبه. شوفي عمرو دياب بتهاجم قد ايه وبيطلع من معركه لمعركه عن طريق من نجاح لنجاح، وهو عنده سياسه عدم الرد عموما. يعني هو بيرد فنك، ما بيردش خالص على اي انتقاد بيتوجه ليه او عن حتى اي خبر، يعني حتى الحاجات الشخصيه ما بيردش عليه. بقول لك بيرد فنه. كان مثلا في لبنان البعض هاجمه، ليه مصطفى قمر رد؟ ليه رد الرد ده تفتكر؟ ليه رد بالطريقه دي؟ بصي انا دايما بشوف لما يكون الرد فيه مبالغ، يعني لما يكون رد الفعل ليس له علاقه بالفعل يبقى فيه مشكله داخل اللي بيعمل رد الفعل، يبقى عنده مشكله ربما. يعني هو بصي لو انت واثق قوي، يعني جواك متوازن وشايف انك انت لا تزال في الساحه ولسه في قوتك، وهو اكيد مش هتنزلق للكلمات دي وهترد بفنك. او من حقك تقول انا عامل اعظم فيلم في الدنيا، لان الراي اللي انا كاتبه انا بقول لك انا اهو لن يؤثر في الجمهور. لن يؤثر في الجمهور. هل رايك كان لازع شويه؟ ممكن يكون لازع، كان بس لازع شويه لازع. فممكن يكون جرحه مثلا بشكل او لازع. باخر بصي في القانون في القانون احنا بندرس تشريعات صحفيه، بندرس قانون، انك انت حتى السخريه لا تضعك تحت آلة القانون، جزء من ادوات التعبير. كويس. يعني كل انا قلته من أسوأ الافلام عادي، انه فقد بريقه كمطرب عادي برضه. كويس. مش معنى كده انه بالضروره رايي صح. بقول لك مش يعني لا اقول ان اللي انا ذكرته هو الصحيح. ممكن ناس تانية ترى العكس. كويس. بس ده عادي، ده رايي يواجه برايي مش بشتائم. هي دي الحكايه. لو انت واثق من نفسك هتخلي العمل الفني يرد. والعمل الفني لوحده قادر على الرد. كان ايه العمل الفني؟ كان عمل ايه في دور العرض؟ كان اداؤه ايه في دور العرض؟ بصي يعني تعمل ارقام، يعني مش انا اللي هقولها، خلي اي حد من الاعداد يجيب لك الارقام يشوف الحكايه. 6 مليون في اسبوعين. مؤكد. بصي مؤكد انك انت لما بتعمل فيلم، يعني اقول لك قانون دور العرض ايه. لما بتعمل الفيلم الجديد عاده لما بيكون فيلم بجد بياخد اعلى ايراد. ليه؟ لانه جديد. هتلاقي مثلا زي الفيلم اللي دخل الاوسكار السنه، فوي واخد اعلى ايراد ولسه نازل من اسبوع او اقل. كويس. معناها ايه؟ انه الناس راحت للفيلم جدا. هتلاقي الفيلم ده بيحتل المركز الثالث ثم اصبح الرابع، يعني بدا بالثالث. معناها انه انا فاهمك الحكايه، الناس بتبدا تتذكر الحاجه الجديده بيكون ليها بيكون الناس بتبقى عايزه تعرفها، عايزه تكتشفها. الناس بتتذكرها ليه؟ للنجم اولا ثم للفيلم. طب فالناس ما قطعتش التذكره من اول، ان النجم مش جاذب. هل كلمه مش جاذب دي كلمه ضد القانون؟ هل كلمه تخليكي تحت مرمى الشتائم؟ اكيد لا. قلتها على الفنانات والممثلات اللي طلعوا معايا في الفيلم. انا قلت ان هم بما معناه ان هم انتهوا الى حد لا مش انتهوا. انا قلت ما عادش لم يعودوا. انا قلت وبعضهم يعني بجد بعضهم علاقتنا جيده، علاقتنا الشخصيه جيده بمعنى جيده. لكن الحقيقه انا قلت ايه، هي الوحيده اللي اعتذرت كانت ياسمين عبد العزيز. فقلت انه ياسمين لانها في عز بريقها. كويس. وبالتالي مش هتلعب في شغلانه تبقى هي واحده من الحريم. كويس. كان ممكن تعمل ده فعلا في 2005 لان كانت لسه ما عملتش الطفره الجماهيريه، لان بعدها على طول عملت حاحه وتفاحه وكان نجح جدا الفيلم ده بالمناسبه. يعني من الافلام، كان هي وطلعت زكريا الله يرحمه. كويس. من الافلام اللي عملت نجاح طاغي في لحظتها. المهم فانا قلت لانها يعني نجمه ولها جمهور فمش هتخش في هل المرة. لو ياسمين عبد العزيز كانت موجوده في الجزء الثاني كان فرق في الجزء الثاني؟ مستحيل كانت تروح. مستحيل كانت تروح؟ لا لا لا، ما كانت، لا لانه ما كانت في الجزء الاول، لان كان حجم على جمهرية. فكره كان ممكن تطلب طلبات معينه مثلا. انا بقول لك لو في عالم افتراضي، لا لا ما اعتقدش. مش هتروح. لا ما اعتقدش ان كان ممكن تنقذ الحكايه، كانت صعب قوي انقاذها. بسبب ايه؟ بسبب الكتابه الورق، يعني العمل على بعضه والاسماء الابطال وهو. لكن عايز اعود على بدء، عايز بس ارجع للبطلات. انا قلت انه لم يعدنا في نفس قوه الطلب عليهم. كويس. وبالتالي وافقنا على المساحات دي، لان انت غالبا لما بتقف مع نجم ما هوش نجم جماهيري فمش ممكن
يعني ايه ممكن نجمه تقف مع نجم جماهيري، لكن لما بيكون فقد جماهيريته او فقد جزء كبير منها ما بيعرفوش معاه. فانا ليه فقدها؟ ليه فقد جزء كبير من جماهيريته؟ بصي بصي في وهج وبريق داخلي. يعني الوهج الداخلي ده قد ينطفئ لحظه، ينطفئ وما تعرفيش السبب ايه بقى. التجدد الداخلي برضو انت يعني شوفي، محمد عبد الوهاب مات عنده 90 سنه، فضل عبد الوهاب، فضل لغايه اللحظه الاخيره محمد عبد الوهاب. صلاح طاهر فنان تشكيلي، ما فقدش البريق والوهج اللي جواه. صلاح طاهر، توفيق الحكيم، انا بكلمك حتى مش على نجوم على الشاشه ولا مطربين، لا نجوم بتكتب وبترسم. توفيق الحكيم، نجيب محفوظ 95 سنه، فضل نجيب محفوظ. التجدد داخلي انك انت دايما متجدد، دايما بتتابع. ممكن يفشل ليك عمل او غنوه، لكن وتلاقي ان الموجه مختلفه تستوعبها زي عمرو دياب. انا دايما اقول لعمرو دياب، انت عارف على التكاتك، ما اعرفش تاخدي بالك من الحكايه دي ولا لا، ما تركبيش تكاتك انت بس بشوف بس بشوف على التكاتك بيبقى مكتوب حكم. ايوه طبعا عمرو دياب احيانا الشعراء اللي بيشتغلوا معاه ياخدوا الحكم دي، بس ياخدوها ازاي بقى؟ لملعب عمرو دياب. يعني هو والموسيقى ممكن تبقى فيها مهرجانات، فيها ياخد من المهرجانات لذوق عمرو دياب عشان يستمر على القمه، يصغها بالشكل اللي ينفع يعمل عمرو دياب. الاستمرار على القمه بيحتاج لانك انت تظل دايما تستقبل الجديد، ولا تعتبر ان في، لو عشت بقى في حاله في مؤامره وبتضرب ومش عارفه ايه وانا هنزل اتخانق، مش هتعمل حاجه. زعلان منه؟ لا انا زعلان عليه. زعلان من مصطفى قمر ولا لا لا، انا يعني انا زعلان عليه، وبالتالي هاخد اجراءات قانونيه في الاول نقابيه عشان اكون صريح، وبعدين قانونيه، لان طالما وصلنا لمرحله السب والقذف العلني ما لهاش حل غير القضاء والقانون. طب هل لو حصل محاوله صلح، مش عايز اتكلم في تفاصيل من هذا القبيل، لكن لما حد يغلط كويس ويغلط بعمق وباصرار وبادعاء ويدعي قصص وهميه، فده اساسا تبقى عندك يعني مش قادره تستوعبي. طب ازاي كل ده يطلع في لحظه، وكل الضربات دي والخروج، ما هو اللفظ الخروج عن الاداب في استخدام الالفاظ، مش انت مهزأ، انت مش عارفه وظيفتك من اربع حروف، حاجات كلها هي دي الكلمه اللي كان يقصدها. ايه الكلمه اللي هي من اربع حروف اللي هي معرفش كان هل في كلمه معينه كان يقصدها؟ لا يعني عايز يلوش، تلويش في الكلام، في يعني عايز اقول كان الحكايه كلها شتائم. شتائم باي، يا اللي اسمك مش عارفه طارق، يا اللي مش عارفه ايه، يا ايه ده، وقلت لك حذرتك وههزقك. فانت امام حاله فيها تجاوز، التجاوز لا يرد عليه بتجاوز. واتمنى ان كل حد، اي حد يتجاوز فيه لا يرد بتجاوز. لو حصلت محاوله للصلح، مش عايز اتكلم في التفاصيل زي كده، مش عايز، مش هتقبل خالص، مش هتقبل يعني. لو حاول ان هو يصالحك الموضوع ده، لو حاول ان هو يصالحك او حاول ان هو الموضوع ده مغلق، لانه انا هضرب لك مثل. محمد فراج كان في غضب في السوشيال ميديا على كلامه. كويس، عمل ايه محمد فراج؟ لا بس ممكن نقول الواقع بس عشان الناس تبقى متابعه معانا. انه هي اخت زوجته عملت داليا اسمها، داليا شوقي، عملت دور في السفاح، في مسلسل السفاح، فالناس ابتدت ان هي تاخد مشاهد منها وتتريق بشكل كبير جدا، فهو رد على الموضوع يعني. ورد بحيث ان ما معناه يعني ان احنا اللي بنفهم في الشغلانه ودي مش شغلانه يعني. يعني انت مفروض ان العمل الفني للجمهور. كويس، الجمهور قال راي يحترم. كويس، ممكن انت مش مقتنع بالراي، بس قصدك انه محمد فراج كان لازم يحترم راي الجمهور. بعد كده بس هل ده جمهور؟ ايه، هل ده جمهور؟ هل اللي قال كده جمهور؟ ممكن يعني مثلا هو برضو كان هل عندك يقين؟ ان انا دخلت شفت صفحات كتير من اللي كانت كاتبه انتقادات، لقيت ان ما فيش حد في الصفحه، يعني الصفحه معلوش هو كان بيتكلم على الجيوش الالكترونيه، لكن اي مكان مؤكد فيه جمهور. يعني ممكن يبقى فيه اللي قاله مظبوط، لكن في لجان فعلا، لكن الجمهور قال برضو. فبالتالي ما كانش ينبغي انه يخطئ، بس على طول ادرك ربما بعد يوم او يومين بالكتير، وعمل اعتذار وقال الجمهور هو اللي صنعني وعلى عيني وعلى راسي، واي حاجه تقولوها سلبيه انا مستوعبها وبشكركم، خلصت.
ما انا عايزه اتكلم عن الموضوع ده ليا شوقي، ولكن الاول عايزه اقفل ملف مصطفى قمر. لا خلاص بقى، انت رافض الصلح. لا 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 رافض، انا بقول مهما اي حصل اي محاولات للصلح هترفضها. في تجاوز، عشان التجاوز اللي حصل في تجاوزات لا يمكن التعامل معها الا بالقانون. انا مش هعمل حاجه الا اللي يقول لي عليه القانون، ببدا بالنقابه. انا بقول له ده موضوع حريه راي، شوفوا اللي انا قايله. وانا المفروض النقابه تعمل ايه؟ النقابه اول حاجه انها بتدرس اللي انت قايله واللي قاله الطرف الاخر، وتشوف هل عندك تجاوز. طب التاني في تجاوز، تبتدي تقف مع العضو اللي هو زي حالاتي يعني. انا عضو في النقابه. كويس. ونتخذ بقى بالاتنا القانونيه. طب ونقابه الموسيقيين هي حره، ممكن تدافع عن باطل. هي حره يعني بمعنى ايه؟ هل هتقدم شكوى في نقابه الموسيقيين؟ لا لا لا، ماليش دعوه بقبصه، انا ليا نقابتي. لا لا لا، ماليش دعوه بقبصه. لكن مش هتقدم شكوى في النقابه الثانيه؟ لا لا لا. طب وبعد ما تقدم شكوى في نقابه الصحفيين، هل بس هتبتدي بقى اي اجراء قانوني اخر يعني؟ طبعا طبعا طبعا، لان بقول هترفع قضيه يعني، جريمه سب وقذف علني. بس انا لازم ابدا بالنقابه. انا مؤمن بان كل حاجه لازم تاخذ. لكن حضرتك عندك نيه انك هترفع قضيه؟ قطعا هترفع قضيه سب وقذف. طبعا، لان هو سب وقذف. طيب داليا شوقي عملت الدور في سفاح الجيزة، طبعا المسلسل يعني حقق نسب مشاهدة عالية جدا طبعا، والناس طبعاً تابعته بشكل كبير جدا. طبعا مظبوط مظبوط. دور داليا جوه في ناس ابتدت تنتقده زيادة يعني، ابتدوا ينتقدوه بشكل شوية ساخر او او او. ما انا هقولك اتخذت لقطة. اي لقطة؟ هي لقطة اللي هي لما اكتشفت فيها. انا بس مش هقدر اقول الاسماء. مش على اللقطة دي، على حاجة حصلت بالضبط من 40 سنة. كويس. في فيلم مهم جدا، بطولة نجمين احنا بنحبهم جدا. من كم سنة؟ 40 سنة، كنت لسه ما اتولدتيش. طيب ما انا هحاول. كويس. من نجمين المهم كبار. المهم مش كده. المهم اتخذت لقطة معينة اصبحت قضية امام الاداب. لقطة ما مش عدت لقطة، تعرف الكادر 24 كادر في الثانية يعني. المهم اتخذت لقطة اصبحت قضية لولا تدخل الدولة من 40 سنة واوقفت القضية دي. اللي عايز اقول التركيز على لقطة، التركيز لما يكون زائد قوي على لقطة بيعمل مشكلة. وحكيت لك بالواقعة اللي هيك. ايوه، بس هل ده صح ان احنا نركز على لقطة ولا نشوف العمل كمجمل؟ ما بقول لك، ما حصل السوشيال ميديا اصلها دي وسيله جديده. رايك ايه فيها داليا شوقي كممثله؟ انا شايف، انا بصي قابلتها بالصدفه، كنا مهرجان الدراما. فجت كانت معاها مامتها. كنت شفت لها فيلم، مش عايز اقول اسمه لانه كمان كان فيلم سيء قوي. فالمهم جت سلمت عليا وبتاع وقالت لي ايه رايك؟ قلت لها ايه؟ فقالت لي، لا لا لا، الفيلم وحش قوي يعني عايز اقول لك. قالت لي طب شوفني في سفاح الجيزه. قلت لها هشوفه حاضر. يعني رايك ايه في ادائها في سفاح الجيزه؟ لا هي، لا طبعا هي ممثله محتاجه لتوجيه قطعا، لكن ما اقدرش اقول انها داخله غلط او داخله الحكايه مش بتاعتها. مش داخله واسطه يعني. لا هي موهوبه. بصي لا يمكن لواسطه في الدنيا انها تحميك طول العمر. لما كلثوم قدرت تطلع، كان عندها ابن اخ، ام كلثوم بجلت قدرها لها ابن اخ، وكانت بتكلم الاذاعه عنه وتكلم كبار الملحنين عنه عشان وما قدرش يكمل. داليا شوقي موهوبه. اقدر اقول تقدر تقول موهوبه. اقدر موهوبه. اقدر اقول لما اكون مثلا، لو يعني ممكن لقطه بتاع اللي هي كانت عامله مشكله دي، ده يبقى حتى هنا لو المساله واصله انه تحول الصوت الى الطبقه بتاعه الصوت اللي نفسها، اللي ممكن يظبط ده المخرج. يعني عين المخرج، مفيش ممثل مطلق. كويس. بس ما اقدرش انفي عنها انها بذره موهبه يعني. يمكن التعبير الاصدق من موهوبه انها بذره موهبه. بس هو هادي الباجوري عمل رائع. بصي، هادي الباجوري من الاول كده، من الاول هو عامل حاله فيها تكنيك الجذب. أيوه. بالاضاءه، بالتصوير، بزوايا التصوير، حتى وباسناده الادوار. يعني هو بيصدمك باحمد فهمي، ولكنها صدمه في الاول. ايه رايك في اداء احمد فهمي؟ رائع. احمد فهمي اللي كنا متعودين دايما ان احنا بنشوفه في الكوميدي، دلوقتي شفنا له اداء بشكل مختلف جدا. يبقى هل هنا بقى المخرج ليه عامل كبير مؤكد ان هو يطلع لك الفنان، يطلع منه موهبته الحقيقيه وكمان برضه اراده الفنان في ان هو على التغيير. اكيد احمد فهمي، لانه احمد من الناس اللي فاهمه يعني، دارسه كويس.
مستوعب مش جاي للشغلانه بدليل هتلاقيه هو مش كانوا ثلاثي اي هو وشيكو وهشام ماجد مظبوط في اللحظه وقال لك لا ستوب فهماني في لحظه راح عمل افلام في لحظه يعني عايز اقول هو فاهم بيعمل ايه ذكي فانتقل فعلا عمل نقله انا بشوفها نقله ذكيه جدا طبعا انه الدور يجي له دور زي ده وبعدين درس علم نفس قصدها شخصيه سفاح دي شخصيه يجب ان تدرس طبعا يعني بس انا نقدر نقول ان احمد فهمي حاجه قبل سفاح الجيزه وهيبقى حاجه تانية بعد سفاح الجيزه ما هو من الاول وهو يعني هو شويه حاجات طبعا. منها ده بس عايز اقول لك خليني يعني نكمل على سفاح الجيزه ايه مشكلته انه عمل فني جيد جدا جيد الصنع مخرج فاهم بيعمل ايه أوكي. كويس قوي وجاذب للجمهور ايه مشكلته هقول لك انا فاكره لسه الكلاب دي روايه نجيب محفوظ كويس وعملها الاستاذ كمال الشيخ في الستينيات سماها ايه ما سموش سفاح سماها ايه اللص واللي بعدها ايه الكلاب كان في ادانه لللص ولا للكلاب للكلاب ايوه يعني اللي عايز اقوله عمل نجيب محفوظ عمل بناء من الواقعه دي الواقعه كانت واقعه شهيره جدا ساعتها كان اسمه محمود امين السفاح اسمه الحقيقي محمود امين كويس انت بتقول ان المشكله في المسمى مسمى العمل لا انك انت جنب يعني عايز اقول ايه جنب الجاذبيه نجيب محفوظ طرح حاجه يعني حاكم المثقفين اللي بيكذبوا من خلال السفاح يعني من خلال السفاح ألقى ضوء على قضية بنعيشها إن المثقف بيكذب لأنه هو ضحية مين ضحية مين السفاح ضحية المثقفين أنا بحكي لك ليه بقولك ده طب ما هو عشان أوصل لحاجة ما هو هادي الباجوري عمل إيه ما هو قالك إن السفاح ده ضحية الضرب والعنف خلى إنه العقدة بتاعت الأم لما شاف كان لازم يبقى فيه رؤية أكثر عمقا يعني برغم أنه العمل جيد والعمل متشاف كويس وفي شغل مخرج لكن مثلا الحلقة الأخيرة كانت عبارة عن إيه هتحسي أنه هو ووالدته الشكل الدرامي أنه كل واحد أكيد شفتيها كتير الحكاية دي أنه ضابط المباحث معاه الأم وسفاح مع مين ابنه مجيش شفتها كتير يعني مجيش شفتها كتير اللحظه لا انا كنت مستني كمان نعلي ليه بقول كده لانه عمل بكل هذه الجاذبيه لازم النهايه بتاعته كانت تبقى اقوى ويبقى فيه كمان موازي للجاذبيه الاكشن يبقى فيه جاذبيه فكريه ده اللي كان اتعمله اللص والكلاب ده اللي عايش اللص والكلاب مش الحزم كنت بتتكلم عن راي الجمهور ان راي الجمهور مهم جدا مع ان حضرتك دلوقتي اشدت بداليا شوقي مع ان الجمهور ما اشدش بيها لكنك اشدت بيها احترمت راي الجمهور تمام حنان يوسف لا انا مش بقى يعني عايز اقول انا بقول رايي بتقول رايك لكن قلت راي الجمهور مهم يعني قلت رايي يعني عايز اقول لا اصدر راي الناس ايوه يعني بتقول لازم نحترم راي الجمهور لا لازم هو تمام حنان يوسف الجمهور اشد بيها مش بس الجمهور انا كتبت عنها وقلت عنها كتير حنان الحقيقه موهبه يعني موهبه كبيره جدا وفي مواهب بتظهر في وقت يعني ممكن تكون الناس تفتكر انه خلاص ال 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 الواحد راح اللي كنت بتتكلم عنه والباشن وحب المهنه حنان يوسف اثبتت موهبه كبيره جدا انا رايي ان حنان يوسف طاقه ابداعيه انا من ايام يوم حلو يوم مر برجع لك تمانينيات خدي بالك انت لسه بتتكلمي في القرن عشان الجمهور علق لا جمهور على السوشيال ميديا طبعا لكن اتكلم عن ادائها واتكلم عن موهبتها هي ممثله موهوبه وحتى فيلم فوي فوي عامله دور الام ام فرج موهوبه طبعا السفاح يعني في تحليق وده يحسب للمخرج انه ادالها دايما الام مساحه قليله وعلى الهامش هو ادالها مساحه كبيره قوي ازيك يا ابني وربنا يعينك يا ابني وحشت لا هو ادالها مساحه كبيره قوي ادالها مساحه وهي جواها طاقة موهبة تفكرك ده في ممثلة اللي هي بتمثل الأم وهي صغيرة ما اتكلمتش كلمة ولكن أدائها كان رائع ده صحيح برضه ده مخرج ده مخرج بصي هادي الباجوري مخرج بجد
ما هو يبقى احنا عندنا ازمه. يبقى انتوا عندنا فنانين وعندهم موهبه، اختاروا الفريق العمل اللي انتوا بتشتغلوا معاه. وما بتشتغل مع مخرج بيفهم، سيب نفسك ليه، ما تبقاش انت وان مان شو، لان هتخسر هتقع. طيب محمد رمضان نجم سينما ولا نجم تلفزيون؟ لا، لغايه اللحظه دي لما نتكلم يعني نجاحه الكبير قوي او الطاغي اصبح تلفزيونيا وبعدين في الحفلات وبعدين في السينما. نجحه في السينما لحد قد ايه؟ تقيمه بقد ايه؟ لا اختياراته سيئه. هل هتلاقي محمد رمضان دلوقتي مستنينا بره الاستوديو ولا بيتوعد ولا بيقول كلمه قبيحه؟ عايز اقول لك لازم الناس تتقبل. لازم يتقبل. لازم النقد. الناس تفهم. رمضان انا بقول لك اهو، انت يعني انتقدت في اخر فيلمين له ورا بعض، واحد اتعرض في عيد الفطر والتاني في عيد الاضحى، اسوأ من بعض. انا كتبت على الفيلمين هارلي وعلى زيرو كويس، وكتبت مقالات. محمد رمضان ما ردش بشكل مش كويس. بالعكس هقول لك حاجه برضه، سنة انا نادرا ما اتواجد في اي تجمعات، لكن بالصدفه كنت في لجنه تحكيم مهرجان الدراما فقابلت ناس كتيره منهم رمضان بالاحضان. بالاحضان. هو اول ما شافني بالاحضان. خدي بالك ليه؟ لان هو جواه اولا يعلم جيدا انه ما فيش شيء ولا يمكن يكون في شيء، وان ده انا قلت رايي كويس، وجواه يعني ما هو ناجح في حاجات تانية. ناجح يعني عنده توازن. لما بتفقد توازنك ينفلت لسانك كويس. هو لا، انا بقول لك عن وقعة محمد هنيدي. انا برضو كاتب مقال سلبي عن مرعي البريمو. اتقابلنا برضو بالصدفه، لان زي ما قلت لك انا قليل التواجد برضو في نفس المهرجان ده. عملت ايه؟ ما قالك ايه؟ لا لا، مفيش، سلمنا على بعض بس. سلمتوا على بعض عادي. لكن عايز اقول لك ان مفيش يعني ايه تقبل الاراء. حتى لو انت، انا بقولش انه اللي انا بكتبه لازم اي حد في الدنيا يوافق عليه، يعني مش مطلوب من رمضان ان هو يوافق على رايي في الفيلمين. ممكن يبقى شايف انه لا، انه هو اختياره مظبوط كويس. بس ده مش نهايه العالم. محمد رمضان ناقصه ايه في السينما عشان يبقى ناجح في السينما زي التلفزيون؟ ايه اللي ناقصه؟ الغلطه فين؟ ايه اللي بيحصل غلط؟ بصي، هو عمل في الاول كان عبده موته وكسر الدنيا. مظبوط. وانا من اوائل الناس اللي لما اكون اول واحد اشار الى موهبته. وهو دايما يذكر ده بالحقيقه، يعني رمضان دايما يذكر الواقعه دي. ان انا من الاوائل اللي حسه انه في موهوب كبير. من احكي يا شهر زاد مثلا. لا، انه موهوب. حلو. وعمل، وحتى يعني بدا يلمس. كان في اسماء الالماني، كان في افلام كده بدا لمس مع الناس جامد. لمس جماهيريا قوي لغايه عبده موته. بعد كده بدات الرؤيه او الاختيار يخونه، مبقاش عارف. انا عايز اقول لك انه وصلنا لمرحله من فرط نجاح رمضان، وكان احساسهم المخرجين الكبار انه جواه ممثل موهوب. محمد خان ودود عبد السيد الاثنين كانوا في مشروعين له، اتنين مخرجين كبار جدا جدا طبعا كويس، وبيعملوا فيلم سينما بقى طبعا، وفيلم بيعيش العمر كله. برافو عليكي. طبعا. فكان في مشروعين. كان فيلم اسمه حب ده لداود، وفيلم اسمه القنبله لمحمد خان. محمد خان الله يرحمه كويس. وداود توقف بقى له مده. فعايز اقول لك لهذه الدرجه كان حتى ملهم لمخرجين كبار ان يشتغلوا يرشحوه. فهو اذا احسن الاختيار يقدر ينجح، لكن هو فعلا في مشكله عنده. ليه دايما محمد رمضان بينجح مع محمد سامي؟ ممكن ما في كميه منهم يعني فعلا اكثر. برافو عليك. اكثر يعني في الدراما ذروه النجاح مع محمد سامي. مع محمد سامي في ثلاث مسلسلات بالظبط. هم يمكن المسلسلات الثانيه ما حققتش نفس النجاح، حققت نجاح بس مش نفس أو النجاح او قدر من النجاح حتى. لكن الذروه بتبقى مع سامي. وسامي نفس الحكايه برضو، يعني تقدري تقولي الوجه الاخر. سامي اشتغل مع غاده عبد الرازق وكسر بيها الدنيا. نجح. غير فعلا. نجح مع غاده عبد الرازق. بس مؤكد. ونجح مع محمد رمضان. يعني نجاحه مع رمضان نجاح جماهيري طاغي غير مسبوق. تنصح محمد رمضان مثلا هو في السينما يشتغل مع محمد سامي؟ لا، ما اظن يشتغلوا مع بعض. عملوا يمكن حاجه اسمها، عملوا فيلم جواب اعتقال مش فاكر الاسم. لا، ما فشلوا برضو. يبقى هي كميتهم راكبه في التلفزيون. لا مش بس عايز اقول لك ان هارلي حقق 35 مليون. هل شايفه رقم كويس ولا شايفه رقم؟ فيلم هارلي لمحمد رمضان حقق 35 مليون، شايفه رقم؟ ما عادش رقم ده بس بعيد عن الارقام. حتى لو الفيلم جاب اعلى من كده، لا، الفيلم فيه مشاكل كتيره جدا جدا منذ حماس رمضان له. طيب. خدي بالك، انت عارفه كان خارج من جعفر العمده عالي جدا. انا بحضر الفيلم مع الناس. وكنا في العيد. في حاجه اسمها جمهور
العيدية. أنا عارفهم دول مش جمهور السينما ده معاه العيدية وبيعتبر السينما طقس. فدول في أول 3-4 أيام حطوا كل إيه؟ حطوا هم اللي عملوا الرقم ده حطوا كل فلوسهم هم اللي عملوا رمضان. بعد كده بدأ ينهار لأنه خلاص ما عادش في حاجة تجذبهم. تامر حسن فنان كبير وفنان محبوب، ايه رايك في افلامه الاخيره؟ بص تامر دي. تامر برضو من الناس اللي بتتقبل النقد بالمناسبه يعني اضطريته يعني وبتتقبله يعني بشكل فيه ايجابيه. افلامه الاخيره دايما هو بيشترك اكتر. اخر فيلم عجبني له عشان يعني نجيبها يعني من الاخر كان البدله. البدله هو اكرم حسن. ايوه رائع. فيلم رائع ومن احلى كمان الله يرحمه. من ساعة البدلة مفيش ولا فيلم تامر حسني شفته ان هو فيلم كويس. لا لا وبعدين بقى بيكتب وبيخرج كمان وبتاع يعني لازم ممكن هو يكون عنده افكار عادي اي فنان بيبقى عنده افكار كويس حتى في الاخراج ممكن بس ده لا يؤهله لا للكتابة ولا الاخراج. يؤهله لايه؟ وهم قاعدين على الترابيزة ممكن يقول اراء كويس بس في النهاية في كاتب وفي مخرج اذا اقتنع بده لانك انت ايه زود نفسك هيرد عليك يقول لك. تامر حسني اشتغل مع محمد سامي قبل كده كان مع غادة عادل كان الفيلم هفتكر لك اسم الفيلم بس هو عمل فيلم مع غادة عادل وكان اخراج محمد سامي والفيلم اعتقد ان هو عمل شغل كويس جدا. هاتولي اسم الفيلم يا جماعه ارجوكم لان انا مش متذكره بس دلوقتي. المهم في كل الاحوال بعيدا يعني المهم انه محتاج تامر حسني ان هو لازم ينسى الكتابه والاخراج. دي مشكله. طبعا هيرد عليك مشكله حصلت مع فنانين كبار كتير. لا ما يعني يعني محمد سعد لما تشوفه في افلام ولما تشوفه مع شريف عرفه تتخض. بس انا عايز اقول لك يعني هيرد عليكي ويقول لك الارقام. مش بيقول لك الارقام دايما هيقول لك الارقام. لا طبعا بيجيب كمان بره مصر. انا بشتغل مع محمد سامي فيلم اهواك لو شفته. اوكي فاكره طبعا. ايه رايك في الفيلم؟ كان فيلم معقول بس ما هواش الذروه. ما هواش يعني ما هواش الفيلم بس في مخرج. بصي انا عايز اقول لك حاجه. تامر نجم جماهيري ربنا انعم عليه بده. عنده دي جواه عنده الحته دي الناس بتحبها. ما نقدرش ننكرها دي حقيقه. كويس حتى افلامه اللي ما تجيبش ايرادات هنا بره بتجيب ايرادات فهو هيرد عليك بالارقام. هتلاقيه محمي بالارقام عنده رقم. بس انا عايز اقول له عشان تعيش افلامك اكتر اوكي لو هتكلم ارقام انت من ناحيه الرقميه تمام من قدرتك على جذب الجمهور واضح طبعا يعني واضح. لا هو جماهيريه كبيره جدا. تامر حسني قطعا جماهيريه كبيره جدا بس ودمه خفيف وخفه الدم وده بتلعب يساعده ان هو يعمل حاجه قويه. لازم فنصيحتك لي لازم كاتب ومخرج انسى حكايه ان انت عارف كل حاجه. لا عارف شويه حاجات تمام. محمد هنيدي من الكوميديانات الكبار جدا طبعا اللي عمره ما فشل في ان هو يضحك. هو عنده الهبه دي عنده الموهبه دي صح. من ساعه لما ابتدى تمام هو ربنا مديله الحته دي صح حتى في الادوار الصغيره قبل ما في اي حاجه. مظبوط قلت ان محمد هنيدي لا هتبقى معاك ابطال تانيين مش لازم انت تبقى البطل الوحيد مش لازم انت تبقى البطل الاول. مزبوط. هل هي دي مشكله محمد هنيدي ان هو ما يبقاش البطل الاول ولا محمد هنيدي لو برضه اشتغل مع مخرج كويس وكاتب كويس ممكن نشوف قنبله؟ عادل امام اشتغل لاخر وقته وكان هو البطل. بصي انا عايز اقول لك حاجه. انا عايز هو هنيدي مشكلته انه في دايره واحده. لما كتبت الفكره دي او قلت مش فاكر كتبتها ولا قلتها انك انت لو الدايره اتسعت هتلاقي افلامه ايه؟ مش عارفه. طبيب تجميل جميل طبيب تجميل مين هو جميل؟ هو هنيدي. وفيلمه الاخير مرع البريمو مين مرعي؟ هنيدي يعني اسمه يعني قصدك تقول لما نخرج بره الدايره دي هيتسع الاختيارات والافكار فهيعمل رصيد. لكن هو دايما في دايره واحده. انا هعمل ايه لمحمد هنيدي عشان يكون الشخصيه المحوريه؟ التفكير نفسه بيضيق والفرصه لخلق عوالم اخرى وان هو يطلع الطاقه اللي جواه ما بتطلعش. كوميديان مؤكد كوميديان وكوميديان مهم طبعا وعمل نقله يجب ان نذكرها دائما. في 97 اسمعنا رايح جاي
طبعًا. عمل انتقالة جماهيرية طلع ناس كتير جدا. لا ده صعيدي 98 وهنيدي طلع ناس كتير. انا بتكلمش على الفيلم ده، انا بتكلم على هنيدي عموما. هنيدي طلع ناس كتير. 97 كان تغيير شفرة الكوميديا. انطلق في صعيدي نقلة، يعني نقلة غير مسبوقة. الارقام تضع كانت 4 أضعاف اللي السينما بتحققه في صعيدي تحقق. كويس، يعني المهم نقلة. بس ما عرفش هنيدي يعمل ستوب في لحظة مواتية ويعمل إعادة ريستارت. هو عايز ريستارت، لازم يعيد تاني تشغيل الفكرة وننطلق لمنطقة أخرى. هنيدي مش عايز ينطلق لمنطقة أخرى، يعني هنيدي زي أي إنسان بيكبر. مش كده؟ طيب فبيبقى الحالة الدرامية إيه؟ لازم تبقى شبهك طبعا، حتى لو وشك بيبي فيس وهو وشه بيبي فيس. في حاجة جوانا، والمتفرج كمان عنده ذاكرة، شايفك من أكتر من ربع قرن، لازم أنت تغير. هو مش عارف يخرج من الدائرة، عشان كده لما قلت يشتغل يبقى مثلا افرضي فيلم هو وأحمد السقا مثلا أو أحمد عز، أو ممكن ده يخلق فكرة أخرى. أيوه مش كده؟ ده كان اقتراح. طب وبعدين يعني. ما هو عز وكريم اشتغلوا، هل ده أثر على حد منهم؟ لا، الاثنين نجوم قد الدنيا. أحمد عز شايفه في الفترة الأخيرة ازاي؟ أداؤه ازاي؟ صعوده؟ لا طبعاً طبعاً، لا أحمد عز من النجوم اللي بياخدها ذكائها ماشي كويس. هو كريم الحقيقة كريم عبد العزيز طبعاً نجمين هايلين يعني، ومتصالحين مع الحياة بعاد عن المشاكل. يعني مفيش دخول لمعارك جانبية ولا تبديد للطاقة. انت عمرك شفتي مثلاً كريم عبد العزيز؟ كريم حتى علاقته بالسوشيال ميديا محدودة. يعني يعمل فيلم على البيت بس، ما عندوش. احمد السقا، احمد في حاجه يعني، احمد محتاج انه في حاجه لازم يخرج منها. يعني احمد لما واحد يقعد حوالي مثلا اكتر من 20 سنه نجم وجان، معناها انه بيملك مواصفات عظيمه. لكن مؤكد انه كمان احمد السقا بدا في تراجع في الفترة الأخيرة، درامي أو سينمائي الاثنين. فلازم بهدوء، وهو من برضو من الناس الأذكياء. أحمد حلمي اللي عمل عنه كتاب اسمه شفرة حلمي. لكن آخر فيلمين ثلاثة لا، حلمي افتقد الاختيار، قدرته على الاختيار. بيتدخل برضو؟ لا، بيتدخل في الإخراج وبيتدخل في الكتابة برضو؟ لا لا، هو لا كتب ولا أخرج. المشكلة إن هو بس هو نجم عنده مساحات الاختيار، يعني هو نجم جماهيري وبيتعمل له افلام، فبيجي له مشروعات كتيره مش كده؟ معرفش ليه لا يحسن الاختيار الفتره الاخيره. في مشكله في اختياراته للاعمال، عشان كده بقى له حوالي سنتين ربما ما بنشوفلوش اعمال. ليه ما بنشوفلوش اعمال بقى له سنتين؟ لأنه فتره كبيره، احساس انه متردد في الاختيار. يعني هو ربما شعر، ربما ما يعني ما كلمناش بعض، ما اعرفش ايه الحكايه، انه لازم يعيد مجددا التفكير في اختياراته، محتاج لحاجه. اخيرا عايز اخد وجهه نظرك او عايز اخد رايك في موضوع. الفتره الاخيره دي كان حاصل مشاكل كبيره قوي على صوت مصر، على لقب صوت مصر. ما بين المطربه انغام وما بين الفنانه شيرين عبد الوهاب، والمطربه طبعا كبيره شيرين عبد الوهاب. رايك ايه في الموضوع ده؟ انا بالنسبه لي رايك ايه في يعني شايفه ازاي؟ انا بالنسبه لي صوت مصر هي شاديه، مع حبي لأنغام وحبي لشيرين اياميها في الوقت. لا ده لا، لكن يعني اكيد احنا في وقت دلوقتي برضو عندنا اصوات لا عظيمه لا جدا لا ولا هو عظيم عظيمه لا، ولكن لا تستحق طيب لقب صوت مصر. صوت مصر دي كبيره قوي. فهمتيني غلط، فهمتيني غلط. احنا عندنا كوكب الشرق واحده، عندك كوكب تانية لا. احنا زمان اطلقوا على فايزه احمد كروان الشرق. ينفع واحده مطربه مهما كان صوتها جميل تسمي نفسها كروان الشرق؟ لا لا خلاص، هو اللقب ده راح لحد. فانا بقول من احب الاصوات الى قلبي انغام وشيرين. كويس، يعني بيدخلوا قلبي وبحبهم لا شك. حتى لما شيرين ساعات بتخش كده في حاجات بره النص، برضو بقول هي عفويه ومش مشكله، نغفر لها كل ده. انما لقب صوت مصر المصريين اطلقوه على شاديه، على شاديه من ساعتها، من 50. فهو لقب محجوز. انا عايز برافو عليك. انت عارفه اللقب ده سنه كام اطلق على شاديه؟
الناس اللي اطلقته كمان. ايه جمهور اللي اطلقه على شادية. سنة كام؟ 70 في عز الهزيمة قالت ايه شادية؟ يا حبيبتي يا مصر. الناس اللي هي مش متابعة التاريخ قوي هتعتقد ان الغنوة عشان غنوة مبهجة، انت وانت مهزومة شادية بتطبطب عليكي شادية، ولازم اذكر فاطلقوا عليها صوت مصر. لازم اذكر مليك حمدي واذكر محمد حمزة الملحن والشاعر اللي عمله الجمال، ودي لحظة هي اللي قالت. هي اللي حصل ان هم قاعدين مع بعض كانوا بيفكروا يعملوا غنوة، كانوا الاول كانوا بيقولوا يعملوا غنوة اسمها عالي. كانوا عملوها بروفات. فشادية حاسة بالوجع فقالت يا حبيبتي يا مصر، بتتكلم كده زي ما انت عادي بتلقائية. فمحمد حمزة وبليغ التقطوها وعملوا يا حبيبتي يا مصر وسجلتها ثاني يوم واصبحت هي صوت مصر. فبالتالي اللقب متاخد. لا اللقب هو الشادية. اللقب الجمهور اطلقوا على شادية. اطلقوا على شادية. فخلاص مش هينفع نطلقوا على حد تاني. برافو. هو ممكن نشوف لقب جديد بقى. او الجمهور استلم الجمهور هو اللي يقول. يعني على فكرة كان في لقاء بيننا قبل كده. لما كنا بنتكلم على نمبر 1 لو تفتكر. وقلت لي ما حدش بينفع يقول على نفسه لقب. الناس الجمهور هو اللي بيطلق الالقاب. طبعا. هو اللي بيقول اللقب. فانتوا بتتخانقوا على لقب الجمهور هيقوله. بس مش هقول صوت. بس انا واثق ان الناس طبعا مش كل الناس عاشت زمن شادية. لكن كل الناس عايش فيها زمن شادية. فاكيد اي حد لن يقبل ان يطلق تطلق صفة صوت مصر سوى على واحدة فقط. شادية. بشكرك جدا النقد الفني طارق الشناوي، نورتني النهاردة في اللفات. وان شاء الله هيكون لنا لقاءات جاية. اكيد طبعا. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكركم جدا، كنا معكم في ملفات، اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة. كنت معكم في ملفات، اميرة بدر، سلام.